بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم الأهلي في رمضان. كل عام وأنتم بخير في شهر التسامح، التوبة والمغفرة والتواصل والتواضع، شهر الروحانيات. وأنتهز الفرصة لأوصيكم ونفسي بأن ننتصر على شرور أنفسنا ونمتلك من الشجاعة أن نعتزل كل من ضايقناه بقصد أو بغير قصد، ونطلب منه السماح من الله سبحانه وتعالى المغفرة، ونحن أيضا نسامح كل من أذانا بقصد أو بغير قصد. ولعل هذا الشهر الكريم يكون بداية لانتصارنا على أنفسنا. اللهم قنا شر أنفسنا واهدنا راحة البال يا رب العالمين. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وهذا اللقاء الرمضاني المتجدد سنويا، الأهلي في رمضان، سهرة النهاردة اللي بيسعدنا فيها أن احنا نكون مع حضراتكم على مدار الساعتين، فيها وجبة رياضية كروية إن شاء الله تعالى تحقق طموحات ورغبات حضراتكم. لكن في البداية خلينا نتقدم بخالص العزاء والمواساة للصديق العزيز الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي بالأهرام، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان. وحرصت إدارة النادي الأهلي اليوم على توجيه التعازي إلى الأستاذ محمود صبري عضو النادي. ربنا سبحانه وتعالى يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وللأسرة وللعائلة الكريمة الصبر والسلوان. البقاء لله، ولعلها إشارة طيبة أن تأتي الوفاة في بداية شهر رمضان المعظم. البقاء لله يا محمود، ربنا صبرك ويصبر أهلك. طبعا الأهلي باشمهندس بعد ما خلص من مباراة البنك الأهلي بدأ يفتح صفحة سيمبا التنزاني، وحتى الآن طبعا كلكم تابعتوا القرعة وقرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، وأيضا قرعة الكونفدرالية، وشفتوا الأهلي في دور الثمانية مع سيمبا التنزاني، والفائز إن شاء الله تعالى هيلاعب الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي، والمباراة اللي جاية اللي هتكون أيضا مهمة جدا في سبيل دفاع الأهلي عن لقب بطل الأميرة. لكن حتى الآن يا باشمهندس، يمكن المباراة اتقال إن هي 29 مارس، أنباء قالت إن هي 9 مساء، وناس أخرى قالت إن سيمبا لسه ما حددش الميعاد. هل اللعب بالنهار في رمضان يبقى مزعج للدرجة دي؟ في الأحوال العادية هو مزعج. فإنك أنت تستهدفني في رمضان، ده يجافي كل يعني شروط اللعب النظيف والفير بلاي. ولا يجب أن تترك مثل هذه الأمور لتقديرات الأندية. هذه أمور يجب حسمها من خلال الاتحادات المنظمة، لأن لا ينبغي ان احنا لعب على ارضك في وسط جمهورك في مناخك، كلها اجواء تساعدك، لكن ان انت ترش المسامير قدام عجل العربيه، لا، ده مش فير بلاي. نتمنى ان سيمبا لا يلجا لمثل هذه الحيله، خاصه ان اقدرنا بتضعنا امام بعض في العديد من المناسبات، وكان سيمبا وسان داونز خلاص هم الثلاثي الذي يتحتم عليه ان يعبر كل منهم على جسر الاخر. نتمنى الاهلي انه يستطيع اولا ان يتعافى من نتيجه هي الاغرب في تاريخه، نتيجه مباراته مع البنك الاهلي، وانه ايضا يا استاذ ابراهيم يعني انطلاق معسكر منتخب مصر ونقل الدورة الودية إلى مصر، تصورناها يا أستاذ إبراهيم فرصة لحل التناقض والمشكلة بين الاتحاد الإفريقي ومنتخب مصر والنادي الأهلي. ولكن يعني أرجو أن الاتحاد المصري يراعي دون أن يحمل منتخب مصر
او النادي الاهلي اي خسائر في هذا الامر. يعني لو قدمنا مباراه منتخب مصر يوم هنساعد الاهلي الى حد ما. لو اننا اللعيبه بعد اول مباراه اللي مش محتاجها الكابتن حسام ترجع لناديها، يعني هناك الكثير من الحلول. لو الناديين، لو النادي الاهلي مع المنتخب يقعدوا مع بعض باذن الله يتوصلوا الى حلول، لان كلنا ندافع عن الوان العلم المصري. طيب دي قضيه مهمه جدا يا جماعه، وقضيه محتاجه فعلا نوع من التفاهم ونوع من التنسيق، لانه مبدئيا دي دوره رباعيه فيها منتخب مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، كان المفروض هتبدا او تتلعب في دبي، لكن مشاكل كثيره حصلت مع الشركه المنظمه ليها فادت الى نقل البطوله الى القاهره. مصر بتستعد لاستضافتها لاول مره في افتتاح المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه، ان شاء الله تبقى حاجة كبيرة وحاجة فخمة تليق بهذا الحدث الكبير وبهذه المنشأة الكبيرة جدا والعملاقة كواجهة حضارية رياضية مهمة لمصر على العالم كله. فبالتالي أصبح التضافر والتعاون لإنجاح هذه الدورة مسألة مهمة جدا. كابتن حسام حسن أخذ 10 لاعيبة من النادي الأهلي. هنا الخطورة والصعوبة فين؟ إن في تماس واضح وسريع. منتخب مصر هيبدأ الدورة في مواجهة نيوزيلندا يوم 22 أو 23، ثم عنده المباراة النهائية يوم 26 حسب ما هو موضوع في الجدول مع الفايز من كرواتيا وتونس. هناك اتصالات مع اللجنة المنظمة لهذه الدورة الودية، أنه نظرا لأنه الأهلي محتاج يسافر يوم 27 إلى تنزانيا عشان يلعب يوم 29، فمش هيبقى قدام منه غير 24 ساعة بس يتمرنها في تنزانيا، فبالتالي بيطلب تحريك المواعيد يوم بدري شوية، يعني بدل ما تبدأ 22 ابدأ 21 مباراة نيوزيلندا، وبدل ما تختم يوم 26 أو 25 اختم يوم 24، يبقى تلعب 21 وتلعب 24، الثلاث أيام دول كافيين جدا خاصة إن المباراة هنا. لكن صعوبة النادي الأهلي في نقطتين يا باشمهندس، أولا منه 10 لعيبة، وثانيا على مشارف مباراة مؤثرة جدا وإقصائية في دور الثمانية مع سيمبا بره. هنا يجب التنسيق بالفعل، لانه حصل اتصال امبارح بين الكابتن حسام حسن مع مستر مارسيل كولر بتنسيق الكابتن خالد بيبو مدير الكره في الاهلي. يمكن الاهلي اعلن انه هناك نوع من التعاون بهدف المصلحه العامه، لكن اعتقد تحريك المواعيد يومين بدري شويه يحل المشكله يا باشمهندس. طالما ان الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي والمنتخب على اتصال وان اوجه التعاون مفتوحه، خلاص فبإذن الله نتفائل بحل هذه الأزمة، خاصة أنه واضح جدا جدا مدى الإجهاد البدني والذهني. وعلى فكرة المباراة دي خلتنا نتعجل أن احنا نعمل لكم هذه الحلقة الخاصة جدا زي ما هتشوفوا بعد قليل. يعني كلمة اللايف كوتش يا أستاذ إبراهيم أصبحت هي الكلمة المرادفة للتعامل في العصر الحديث في مشاكلنا وأزماتنا الروحية والنفسية والعقلية والرياضية. أي. ويقول لك فلان الفلاني تألق لأنه له لايف كوتش يدير حياته وبينظمها وبيواجهه أنه يتصرف إزاي في كل مناحي الحياة، ويضرب الأمثلة بكثير من النماذج في الألعاب الفردية والجماعية وآخرهم وأهمهم وأوضحهم الكابتن محمد صلاح. يمكن واحنا في رمضان نقول ان اعظم لايف كوتش القران والسنه يا استاذ ابراهيم. ايوه. ولكن نحن نتلقاها من خلال التفسيرات والتوضيحات، وهذا ما سنحاول ان نفعله في هذه الحلقه. القضيه مهمه جدا، وعايز اقول لكم ان المهندس عادل الحقيقه طوال الفتره اللي فاتت كان معني بالموضوع ده جدا. موضوع ان احنا يبقى عندنا موضوع مختلف شويه، ونحاول نشوف حد من خبراء التنميه البشريه عشان يعرفنا يعني ايه لايف كوتش، ويعني ايه رفع الضغوط، ويعني ايه تعظيم الدوافع، ويعني ايه مواجهه التوتر، وحاجات كتيره قوي في الوصفه الخفيه لنجاح الرياضي. عشان كده هيكون معانا في الجزء الثاني من حلقه الليله واحد من خبراء التنميه البشريه في مصر الدكتور شريف صلاح، هيكلمنا باسهاب كثير بشكل علمي عن كثير من هذه التفاصيل المهمه. لكن النهارده الاهلي واصل تدريباته ايضا في ملعب مختار التتش، هناخدكم نروح مع بعض لفاروق صلاح في ملعب مختار التتش يطلعنا على اخر التفاصيل.
فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تحطنا في ملعب التتش بالتفاصيل. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه والبشمهندس عادل القيعي طيب، ويعني رمضان كريم عليكم جميعا وعلى الامه العربيه. يعني خليني اقول لك في البدايه ان الفريق طبعا خلاص طوى صفحه مباراه الاخيره، مباراه البنك الاهلي، اللي يعني حتى اللحظه دي او يعني حتى هذا اليوم يعني منذ المباراة أول أمس، المستر كولر طبعا كان الفريق استأنف تدريباته على مدار اليوم وأمس خلال ال 48 ساعة الماضيين. لكن خليني أقول لك في بعض التفاصيل المهمة، يعني عقب المباراة والهزيمة النادي الأهلي من فريق البنك الأهلي، مستر كولر كان عقد اجتماع مع اللاعبين هنا في ملعب مختار التيتش. طبعا من الحاجات اللي مستر كولر دايما يعني بعد الإخفاق بيبقى فيه جلسة ما بينه وما بين اللاعبين، خاصة إن عدد كبير جدا من اللعيبه هيكون موجود مع المنتخب المصري، سواء 10 لاعبين في المنتخب المصري الاول او الاثنين الموجودين مع المنتخب الاولمبي سواء حمزه علاء او كريم الديبيس. فكانت الفرصه لمستر كولر يعقد جلسه مع اللاعبين، اتكلم خلاص احنا بننسى خالص. وطبعا العقليات اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي خلاص عارفين ان كل مرحله بيبقى فيها بعض التعثرات، ولكن مهم جدا ان انا بقف سريعا. مباراه خلاص يعني اتقفلت، لكن مستر كولر خد منها ايجابياتها وخد منها سلبياتها، نقاط كتير جدا سلبيه ما يعني بنتكلم فيها، في نقاط سلبيه كتير جدا مستر كولر وقف فيها مع اللاعبين. ده كان الاجتماع اللي تم بحضور كافه لاعبي الفريق اللي كانوا طبعا موجودين في هذه المباراه. بالامس كان عقد اجتماع مع اللاعبين وعقد محاضره مع اللاعبين مستر كولر. هذه واحده من المباريات اللي مستر كولر اتفرج عليها اكثر من مره، يعني خلينا نقول لحد اليوم مستر كولر اتفرج على هذه المباراه اكثر من مره، وقف على نقاط كتير جدا، نقاط يعني وزي ما وضح في المؤتمر الصحفي قال انا بتحمل المسؤوليه، عندنا اخطاء، ومهم جدا ان انا يعني ببقى محدد الخطا وعارف اخطائي، واعتقد ده بيكون بدايه الطريق الصحيح. النهارده طبعا الفريق استأنف تدريباته لليوم الثاني على التوالي هنا في ملعب مختار التيتش قبل انطلاق المران. مستر كولر عقد جلسه ايضا مع اللاعبين، كان يسبقها بعض يعني محاضره بالفيديو، واتكلم على اخطاء وقع فيها اللاعبين. طبعا يعني زي ما قلت لك يا استاذ مريم باشمهندس، باكد على هذا الامر ان مستر كولر ما عداش المباراه او مباراه وخلصت، لا، واقف على نقاط مهمه كتير جدا في هذه المباراه، اتكلم مع اللاعبين ثم انطلق المران. لينا اقول لك طبعا يعني كلنا عارفين وجود 10 لاعبين مع المنتخب الاول او 2 لاعبين مع المنتخب الاولمبي، عدد اللعيبه اللي موجودين لا يتجاوز ال 16 لاعب، منهم طبعا حارس متصعد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، الحارس محمد احمد ابو جريشه، ده حارس مواليد 2006. تقدر تقول من اللي احنا شايفينه في التدريب النهارده في لعيبه مستر كولر خلاص بيجهزها للمرحله القادمه، يعني تقدر تتكلم على محمود متولي واحد من العناصر اللي تكون مع النادي الاهلي، تكون في خط دفاع النادي الاهلي في ظل طبعا الغياب طبعا ياسر ابراهيم. انت عارف خلاص يعني ايام بتفصلنا طبعا عن مباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني، مباراه المقرر اقامتها يوم 29 مارس ان شاء الله، طبعا ببدايه مشوار النادي الاهلي في دور الثمانيه ان شاء الله والدفاع عن اللقب الافريقي. بيتم تجهيز طبعا محمود متولي، في لعيبه بيتم تجهيزها خلال هذه المرحله، سواء محمد كريستو اللي شايفينه بيعرضوا بيظهر في تدريبات النادي الاهلي ويكون واحد من العناصر والاضافات للنادي الاهلي، علي معلول وبرستاو وكافه اللاعبين وانتوني موديست كهربا كريم نيدفيد وكف وعمرو السوليه، مجموعه اللاعبين طبعا اللي بتقود التدريب. الى جانب طبعا يا استاذ ابراهيم في جانب ثاني شغال عليه الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وهو الجهاز التاهيلي مع تاهيل ياسر ابراهيم وطبعا اسامه ابو علي، محمد الشناوي واليو ديانج. طبعا تقدر تقول ان خلاص يعني سواء ياسر ابراهيم او يعني اسامه ابو علي في المراحل يعني المرحله قبل الاخيره طبعا من البرنامج التاهيلي الموضوع لل اللاعبين، اللي زي ما اكد لنا الدكتور احمد جاب الله نتائج مبشره جدا بالنسبه للاعبين ان شاء الله سواء وسام ابو علي او ياسر ابراهيم خلال الفتره القادمه. طبعا من المقرر غدا ان شاء الله ان الفريق هيستأنف تدريباته غدا في تمام الساعه 9:30 على ملعب مختار التتش، ثم هيحصل الفريق او اللاعبين على راحه لمده 7 ايام، هتبدا طبعا من يوم السبت، ثم يعود الفريق ان شاء الله يستأنف تدريباته خلال يعني الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله، يعني لمده 7 ايام هيحصل فيها اللاعبون على
على راحه، الى طبعا هيكون في متابعه من الجهاز الطبي او البرنامج التأهيلي الموضوع للعيبه طبعا اللي في الاصابات او في البرنامج التأهيلي من خلال الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. خلال فتره الاجازه طبعا دي هيكون في متابعه طبعا، ويكون في طبعا لاستمرار البرنامج التأهيلي الموضوع لكافه اللاعبين، كابتن محمد الشناوي، اليو ديانج، وسام ابو علي، وايضا اللاعب ياسر ابراهيم. طبعا زي ما قلت لك ان الكلام النهارده والحديث ان مستر كولر بياكد مع اللاعبين خلاص المرحله اللي جايه مرحله صعبه جدا، مباراه سيمبا عندنا دوافع كتير جدا، مباراه سيمبا التنزاني مباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله اللعيبه مع ايضا عوده اللعيبه اللي تكون في المنتخب المصري الاول او المنتخب الاولمبي يكتمل قوام النادي الاهلي استعدادا لهذه المواجهه باذن الله. ثم الاجازه مش كده؟ بكره التمرينه الاخيره وبعد كده الاجازه يا فاروق مش كده؟ بالظبط يا استاذ ابراهيم، بكره الفريق ان شاء الله هيستني في تدريباته في تمام الساعه 9 والنصف هنا على ملعب مختار التتش، ثم يبدا بقى الفريق يحصل على راحه لمده 7 ايام، بعد ال7 ايام يرجع الفريق تاني يستأنف تدريباته واستعداداته لمواجهه سيمبا التنزاني. اللي خليني برضه اقول لك ان ياسين المكاري كان مستر كولر عقد جلسه مع ياسين المكاري طبعا محلل اداء النادي الاهلي اللي تقدر تقول جهز كل الامور الفنيه والتفاصيل الفنيه الخاصه بفريق سيمبا التنزاني اخر المباريات اللي الفريق خاضها سواء في دوري ابطال افريقيا وايضا لقاءين اللي جمعوا ما بين النادي الاهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الافريقي. كافه المباريات، كافه التفاصيل الفنيه الخاصه بفريق سيمبا التنزاني، تحضير لهذه المواجهه تقدر تقول خلاص يعني خلال فتره الراحه اللي هيحصل عليها اللاعبون هي بتبان لينا كلنا او تبان للجماهير انها فتره راحه، لكن خليني اقول لك ان مستر كولر ما فيش عنده وقت للراحه خلال هذا الاسبوع. انا عايزك انت كمان يا فاروق تاخد من ياسين المكاري، عايزينك تاخد راحة انت كمان لمدة اسبوع وترجع تسخن مع الفرقة ان شاء الله باذن الله يا استاذ ابراهيم. يعني فتره راحه تكون بسيطه، لكن نرجع برضو نستأنف يعني مسيرتنا ان شاء الله مع الفريق ان شاء الله ونستكمل المشوار. بتبقى فتره راحه اسبوع يعني في الاجواء الرمضانيه دي زي ما قال المهندس عادل القيعي بيبقى ليها تأثير مهم طبعا. كل سنه وانت طيب، شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من ملعب التدريب في مختار التتش، وأعتقد طمنكم على حالة اللعيبة اللي موجودة دلوقتي بخلاف طبعا العشر لعيبة اللي مع المنتخب الأول والاثنين اللي مع المنتخب الأولمبي، فترة كلها زحمة دولية يا باشمهندس. يعني هو حقيقة الأمر. الأهلي يكاد يكون ما بياخدش راحة. يعني القوام الرئيسي على طول في تلاحم. وإن كان يعني المرة دي هي فرصة لتعافي عناصر مهمة ننتظر عودتها سريعا بإذن الله. إن شاء الله تكون فرصة كويسة لالتقاط الأنفاس. هنسيبكم كمان تطلعوا الفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وهذه الأمسية والأهلي في رمضان، وخلينا ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للكابتن احمد رفعت نجم فيوتشر اللي بيعالج في احد المستشفيات في الاسكندريه. ان شاء الله تعالى ربنا يمن عليه بتمام الشفاء، ويمكن في اخبار كتيره ايجابيه على تحسن حالته باذن الله تكتمل الحاله ويخرج احمد رفعت في احسن حاله باذن الله. لكن من المؤكد انه في طبق اخباري مهم النهارده نرحب فيه مع الزميله هنا ابو القاسم. اهلا بك يا هنا. مساء الخير، طبعا برحب بحضراتكم. وقبل ما ابدا اخباري النهارده اكيد يعني سعيده جدا وشرف كبير اكيد ان انا اكون متواجده مع عمالقه كبار في الاعلام زي حضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. طب خلنا ايه النهارده بقى؟ معايا الحقيقه اخبار كتير جدا يعني متعلقه سواء بالنادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني، وخلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده. طبعا. والبدايه اكيد مع الفريق الاول لكره القدم، وكيف يخطر الاهلي بمواجهه سيمبا يوم 29 مارس بذهاب ربع نهائي افريقيا. يعني طبعا تلقى مسؤول النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، يخطروا فيه بتحديد يوم 29 مارس الجاري موعدا لمباراته امام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وطبعا يعني أوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي في مواجهة مع سيمبا، طبعا النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني، بحيث تقام مباراة الذهاب بتنزانيا يوم 29 مارس
بدار السلام، بينما طبعا تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 5 أو 6 إبريل المقبل. يعني طبعا أكيد يمكن دي المواجهة المرتقبة للنادي الأهلي أمام فريق سيمبا، فعايزين نعرف بقى حضراتكم شايفين إزاي هذه المواجهة، خصوصا يمكن أنه الجيل الحالي من النادي الأهلي أصبح عنده خبرة في البطولة الإفريقية. المهندس عدي هيقول لك النتيجة. لا، أنا شايف أن المباراة دي لأول مرة تكون أسباب صعوبتها هي أسباب سهولتها. يعني أسباب صعوبة هذه المباراة أن الفرقتين التقيا أكثر من مرة، لم يستطع الأهلي أن يحقق فوزا حاسما كبيرا على سيمبا، وأخرها التعادل 2-2 1-1 في الذهاب والعودة. ولكن صعوبة المباراة في أن الفرقتين حافظين بعض، يعني أصبح والنهاردة سيمبا بمران وبن شيخة واحد من اللي سبق لهم مواجهة النادي الأهلي وخبير في مواجهة النادي الأهلي. سيمبا بيتطور وبقى صعب جدا سواء جوه أرضه أو بره أرضه، ولكن والأهلي كتاب مفتوح أمامه، فأيضا السهولة أن سيمبا كتاب مفتوح أمام مستر كولر، فاللي هيعرف يستفيد من العامل ده هيبقى هذا العمل لصالحه. ولكن أرجو أن تكون الأمور فيها فير بلاي، وأن المباراة تقام بشكل منطقي في شهر رمضان بعد الإفطار. أي شيء غير كده ما أظنش أنه يعني نسميه فير بلاي أبدا. نتمنى المنافسة تكون يعني في إطار أن إحنا ما نعذبش اللعيبة. إحنا لسه عمالين نتكلم دلوقتي وندعو للكابتن أحمد رفعت بالشفاء، فما بالك وهو يعني أن تلعب المباراة في رمضان وأن تلعب في الصيام، يعني لا، مشقة وخطورة في نفس الوقت، لأن أنا أعلم أن اللاعب المصري حريص جدا على التمسك بصيامه مهما كانت الظروف. ولا يا إبراهيم؟ بالتأكيد بالتأكيد. وكمان النسخة بتاعت سيمبا اختلفت عن المواجهة اللي المهندس عادل أشار إليها، هنا كانت في الدوري الأفريقي والتعادل ذهاب وإياب. في دوري الأبطال هم غيروا المدرب البرازيلي، جابوا عبد الحق بن شيخة. عبد الحق بن شيخة كان أخذ من الأهلي في بداية الموسم لقب بطولة السوبر، خد كأس السوبر لاتحاد العاصمة، فهو عنده خبرة عالية بالأهلي، وتصريحاته النهاردة تأكد أنه لا، مدرب عايز يعمل حاجة وبيهدد من دلوقتي. وخلينا أقول لك أن في حد ذاته ده مود كويس، لعيبة الأهلي لما بتستنفر ولما بتلاقي مدرب منافس باستمرار بيعلي تون المواجهة، أعتقد ده بيكون بيواجه من الأهلي بتركيز شديد، وده المطلوب الفترة الجاية. بالتأكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، وإن شاء الله بقى يفرحونا كالعادة إن شاء الله. ويمكن الخبر اللي معانا دلوقتي، وزي ما حضرتك كنتوا أكدتوا على طبعا التواصل والاتفاق بين منتخبنا الوطني والنادي الأهلي، فمعانا بقى خبر متعلق بمنتخبنا الوطني، وطبعا هيكون مرتبط بدورة ودية في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويمكن كان في اتصال بين مستر مارسيل كولر وكابتن حسام حسن، وأكيد بقى كابتن بيبو طبعا مدير الكرة النادي الأهلي بيكشف تفاصيل مكالمة كولر مع كابتن حسام حسن. يمكن قال كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعت كلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وجاءت المكالمة إيجابية في إطار طبعا العلاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني والأجهزة الفنية الأخرى. ويمكن كمان كان تم التنسيق في الأمور المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية. كمان طبعا لازم نتوقف يمكن عند هذا الخبر، لأنه يمكن هنشوف بقى منتخبنا الوطني لأول مرة مع الجهاز الفني الجديد، ويمكن ده هيكون ليه استفادة أكيد قوية. فعايزين نعرف بقى حضراتكم شايفين إزاي تجميعة المنتخب القادمة وأكيد المشاركة في البطولة الودية. طب ما اسمع رأي إبراهيم الأول. طيب، هو منتخب مصر أول مرة مدرب وطني بحجم حسام حسن بكل خبراته يتولى المهمة. حسام بدأ باختيار 10 لعيبة من الأهلي مرة واحدة،
في الوقت اللي لعيبه الاهلي مجهده في العدد الكبير من الماتشات اللي بتلعبه، وفي نفس الوقت عندها مباراه رسميه في دوري ابطال افريقيا. في تلامس بين البطولتين، البطوله الوديه وهي في الاول وفي الاخر بطوله وديه، لكن اما وانه المدير الفني للمنتخب واخد 10 لعيبه مره واحده، المساله محتاجه تنسيق. التنسيق ماشي في 3 نقاط. النقطه الاولانيه الاحمال البدنيه اللي الراجل هيديها للعيبه ديت، وده كان مهم جدا في التواصل اللي تم عشان ياخد باله من الدرجه البدنيه اللي واصل لها لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان فيهم ناس راجع من الاصابه زي احمد نبيل كوكا مثلا، والاهلي محتاجه في مباراه سيمبا، لكنه لغايه دلوقتي لغايه لما المنتخب خده ما كانش لعب. فالتنسيق مهم على مستوى الافراد، على مستوى الحاله البدنيه، وعلى مستوى توقيت البطوله الوديه المباراتين هيتلعبوا امتى عشان يلحق مارسيل كولر يستعين باللعيبه. فاتمنى انه هذا الاتصال اللي تم تكون له ان شاء الله نتائج كويسه. أنا عايز أضيف حاجة، يعني الترحيب بالكابتن حسام وكابتن إبراهيم في قيادة المنتخب فاق كل التوقعات، ما من أحد إلا ورحب بهذه الخطوة، ما من أحد إلا وتمنى لهم التوفيق. نتمنى أن تكون الانطلاقة البداية يعني مؤشر يدعونا جميعا ان احنا نظل على هذا القدر من الالتفاف، لان ده مهم جدا 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 ان المنتخب يشعر بهذا الدفء وهذا الالتفاف حواليه. احنا داخلين على يعني معترك، في البدايه هنواجه كاس امم افريقيه ثم كاس العالم، ولكن هيكون الى حد كبير شكل الفرق اللي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم قد حسب. المرة دي قد يعتقد البعض إن الأمر سهل، إن في 10 فرق، 9.5، يعني 9.5 يعني 9، والعاشر هيبقى فرصة بين بطل آسيا بطل يعني فريق من آسيا أفريقيا يتأهل الفائز منه. أعتقد إن مصر عيب أو ما تكونش من العشرة دول، ولكن ليس الأمر بهذه السهولة لما كان واحد وبعدين بقوا 3 و4 و5 برضه لم نتأهل إلا بصعوبة مرة. يعني مصر تستحق مكانة يعني منتظمة في كأس العالم أكثر من هذا بكثير. ونتمنى كلنا نقف مع المنتخب، لكن التنسيق مع الأندية كافة مش الأهلي بس مهم جدا جدا علشان نجاح هذه الخطوة. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ويمكن لسه مستمرين مع أخبار النادي الأهلي ويمكن حديث الساعة طبعا مباراة الأهلي وسيمبا. وخلينا نقول بقى أن الجمهور حاليا بيتساءل عن المباراة وموعد المباراة، هل هيكون ظهرا أم مساء؟ وإحنا كمان أكيد هنكون في رمضان. النهاردة مسؤول نادي سيمبا عن طريق علي الشطري والمتحدث الإعلامي لنادي سيمبا أكد أن موعد النهائي لم يتحدد بعد، وإن كان يعني الأقرب أن تقام المباراة الثالثة عصرا، وزي ما قلت ده هيكون الوقت الأقرب للمباراة. وكمان بقى قبل ما ننتقل لملف آخر، خلوني أطمن حضراتكم على رجال النادي الأهلي واستعدادات الفريق. الأهلي حاليا بيؤدي تدريبه بملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا يمكن زي ما حضراتكم قلتوا هيكون في غيابات كتيرة عشان الدوليين المتواجدين مع منتخبنا الوطني، ويمكن بالتحديد 10 لاعبين، وكمان في عدد من الإصابات في الفريق حاليا. وكمان بقى كولر بيحاول يشتغل بالعناصر المتواجده مع تصعيد بعض من اللاعبين لتجهيز الكل وكل اللاعبين للمباراه. يعني في النهايه طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. ومن بقى الفريق الاول لكره القدم، خلونا نروح لسيدات كره اليد، واللي بيفوزوا امس على سموحه وبيحسموا لقب بطوله الدوري، ويمكن زي ما قلت حسم الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي لقب بطوله الدوري، وده طبعا بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ومن المنتظر أن يتسلم سيدات يد الأهلي درع البطولة وميداليات المركز الأول في مباراة غد الجمعة أمام فريق الزمالك، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز جدا الحقيقة. وطبعا بيذكر
أن سيدات يد الأهلي حامل لقب بطولة الدوري من الموسم الماضي مع بطولة كأس مصر ومنطقة القاهرة. طبعا ألف مبروك لسيدات كرة اليد. ويمكن بقى طبعا التتويج غدا هيكون ليه طعم مختلف، لأنه أكيد مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طعم خاص، فإن شاء الله بقى نفوز كمان في مباراة غدا وتكون فرحة فرحتين إن شاء الله. إن شاء الله فريق كرة اليد لسيدات ماشي كويس قوي، تم دعمه بشكل جيد، بيكسب البطولة قبل نهايتها، مؤشر بيقول أو بيشي بقوة الفريق. نتمنى له التوفيق في المباريات القادمة والبطولات القادمة بإذن الله. يعني زي ما بيقولوا خدوا فالكم مش من عيالكم بقى، من بناتكم، لأنه الحقيقة بنات كرة اليد ده الدوري رقم 44. فلو افتكرنا انه فريق كرة القدم واخد الدوري 43، يبقى ان شاء الله السنة دي يبقى سنة ال 44 لبنات اليد ورجال كرة القدم بإذن الله. فوز مهم جدا، تتويج للعام الثاني على التوالي، وزي ما المهندس عادلي قال الفريق ماشي على الطريق الصحيح وبيحصد كل بطولاته، وده سمة الأهلي دايما. أكيد طبعا النادي الأهلي، الحقيقة إن احنا يمكن كل يوم بنحتفل ببطولة جديدة داخل النادي الأهلي. يا رب دايما يا هلا. نروح بقى للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في غانا حاليا. اليوم منتخب مصر للطائرة الشاطئية بطلا لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023. منتخب مصر سيدات للكرة الطائرة الشاطئية يتوج بذهبية منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا، ده طبعا بعد التفوق على منتخب موزمبيق بنتيجة 2-1 في النهائي. وبالتالي بقى مصر بترفع رصيدها إلى 118 ميدالية حتى الآن بدورة الألعاب الإفريقية. كمان بقى تستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة 13 من دورة الألعاب الإفريقية، والتي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى يوم 23 مارس الجاري. ويمكن نجحت البعثة المصرية في الحصول على 117 ميدالية متنوعة حتى الآن، وطبعا بواقع 67 ميدالية ذهبية و28 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنية، ودائما مصر الحقيقة في المقدمة. يعني يمكن دي كانت كل الأخبار اللي معانا النهاردة. مرة تانية أكيد كل سنة وحضراتكم طيبين، ومرة تانية شرف كبير ليا أكيد أني أكون متواجدة مع حضراتكم. والله بنحييكي على هذا السرد الوافي، يعني مجهزة نفسك مظبوط، موفقة على طول. شكرا هنا وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا للزميلة هنا أبو القاسم، وهذه الوجبة الرياضية الكروية الخبرية المهمة، وأعتقد حطتنا في الصورة من كافة الأمور. يمكن كان الخبر الأخير عندها عن دورة الألعاب الأفريقية، وإنجاز لنا التعليق السريع. يا جماعة الألعاب الأفريقية دي دورة أولمبية أفريقية، لا تحظى بأي قدر من الاهتمام الإعلامي الكافي يا باشمهندس، في الوقت اللي احنا سعداء جدا أن مصر نالت شرف تنظيم 2027 نسخة الألعاب الأفريقية القادمة. كنت أتمنى على اللجنة الأولمبية المصرية توفر أي فرصة للزملاء الإعلاميين والصحفيين أن يكون في أكرة في تغطية كافية ووافية لدورة. يعني في وفد إعلامي لسه الزملاء في الإعداد بيقولوا لي خمس صحفيين هناك، لكنه أعتقد أنه الرأي العام والجماهير المصرية مش حاسة بقيمة ما يتحقق في أكرة من بطولات وميداليات مصرية يا باشمهندس. ما تحقق عشان نعرف، لم يحظى أي دورة أو لم تحظى أي دورة قبل كده بهذا النجاح الساحق. يعني إحنا مش بنروح كل مرة نتفسح ونرجع. أها. يا جماعة اللي حصل المرة دي ميداليات وافية للرياضة المصرية. كان يستحق أن يستمتع به الجمهور الشعب المصري، وأنه حتى أبطالنا يشعروا بالمتابعة والاهتمام من الشارع المصري. كنا نتمنى ده، لكنه زي ما قلت لكم هو في النهاية أعتقد المسألة كلها ماشية في مود كرة القدم، لكن ألف الشكر للأبطال اللي بيواصلوا حصد هذه الميداليات في الألعاب الأفريقية اللي هي دورة أولمبية أفريقية. مرة تانية شكرا للزميلة هنا أبو القاسم، وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل خبير التنمية البشرية الدكتور شريف صلاح، ولقاء مختلف نوعا وأعتقد هتستمتعوا به بعد الفاصل.
طيب احنا رجعنا واحنا كنا بنتكلم على اهميه اللايف كوتش، وان دي بقت مهمه جدا في صناعه البطل واداره الحياه اليوميه لمعظم الناس. النهارده الناس وصلت في مشاكلها الشخصيه، في عملها، في العلاقات الزوجيه، بيروحوا يدوروا على ناس استشاريين يكلموهم يعملوا ايه في مواجهه الازمات الحياتيه. فاحنا جايبين لكم خبير هو احد علماء هذا الفرع من فروع العلوم، له 10 كتب ومؤلفات، هيختار لنا بعضهم ينوه لنا عليهم كده، فائز بالعديد من الجوائز. والحقيقه يعني ما ينفعلوش لحلقه ولا 2 ولا 10، لانه ممكن جدا كل ما نتكلم هنحتاج نساله في اي حاجه. ابراهيم، الدكتور شريف صلاح الدين. دكتور شريف صلاح الدين عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب واحد خبراء التنميه البشريه، وسجل باسمه الملكيه الفكريه لرائد فن الحياه. المساله دي مش سهله ومش بسيطه، لانه احنا دايما بنبحث زي ما المهندس عدلي اشار في العالم الرياضي بتاعنا كله، انه السعه الشخصيه للاعبين بتاعتنا محدوده جدا، انه باستمرار يتكلموا انه سمات الرياض المصري فقير ذهنيا وفقير فكريا وفقير في طموحاته، وكتير حتى من محترفينا اللي بيحترفوا في الخارج برضه بيفشلوا لاسباب تتعلق بالسمات الشخصيه. الى متى سيظل هذا الجانب مهمل في العنايه بالرياضي؟ اللايف كوتش او الممرن اليومي الحياتي للاعب وللرياضي امر مفقود. عشان كده اعتقد انا بشكر المهندس عدلي، لانه الحقيقه من اول ما بدانا نفكر في موضوعات هذه الحلقات في شهر رمضان كان انحيازه واضحا جدا لهذا الفرع المهمل من فروع تنميه وصناعه البطل الرياضي. عشان كده حرصنا ان النهارده يكون ضيفنا العزيز الدكتور شريف صلاح، رائد فن الحياه وعضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب. اهلا بك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا كابتن ابراهيم، باشمهندس عدلي اهلا وسهلا، شكرا للاستضافه الكريمه، ربنا يخليك. اهلا بك. لا انا بس عايز اقول للناس كمان ان يعني الدكتور بطل رياضي، هو احد لاعبي الجيل الذهبي للكره الطائره بالنادي الاهلي، جيل ابراهيم فخر الدين وهاب فخر الدين هم اساتذتنا طبعا، اساتذتنا. احنا جيل لاحمد شموطي واحمد معتز وطارق فريد وخالد ابو زين، انما لحقت دول شويه. طبعا. بس انا كنت اروح النادي الاهلي ايام كابتن توفيق شهاب، وبعدين دخلت كليه الشرطه، فحصل بقى في الحته دي كده ما كانش ينفع اروح النادي الاهلي، كان لازم العب مع الشرطه يعني في الدوري. طب شرطه وكليه ايه الحكايه؟ دكتور لا شرطه ده خط كامل، انا بالظبط مباحث وكان شغلي جميل جدا، بس انا رياضي طول عمري. فاتحركت بقى على التدريب الرياضي وقتها. انا مرنت طبعا فريق الشرطه في الدوري، مرنت منتخب مصر للمعاقين في البارالمبيك جيمز 88. كنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره الطايره للمعاقين من 88 92 عن قاره افريقيا. وبعدين مسكت منتخب الشباب، منتخب جميل بقى، منتخب مصر يعني، اشرف ابو الحسن ونهاد شحاته والمجموعه الجميله دي. وبعدين سافرت فرنسا فتره، درست فولي بول في مونبلييه، وبعدين رجعت على الامارات في نادي الرمس في راس الخيمه، وبعدين نادي العين في ابو ظبي، وبعدين نادي الوصل في دبي، وبعدين نادي حتى، بعد رجعت على مصر تاني مدير فني للشرطه. وانا في المنطقه دي كده رحت متحرك على الموارد البشريه، الخطوه الثالثه. عشان كده انا بتكلم على الشيفت بتاع الكارير عندي، انا شخصيا بتكلم من واقع خبره عمليه تجربه انا خضتها. انما استغرقك بقى التحول الاخير ده. اكيد انا حسيت ان انا كان المفروض اكون هنا من زمان. طيب في الموارد البشريه طبعا، رائد فن الحياه، ودي يعني ملكيه فكريه لحضرتك. في وقتها كان الكلام كله على التنميه البشريه. وكنا بنعاني في التنميه البشريه من كلمه يعني نصايح كبيره جدا، لكن مش عارفين نعملها ازاي. ايوه. حد يقول لحضرتك خليك ايجابي. ايوه. فانا اقول له حاضر، اعمل ايه بقى؟ يقول لي ايجابي. اشرب ميه كتير. خليك ايجابي يعني كده، فكده دي ما بتعملش حاجه. ودي احنا كلنا بنتربى عليها. أيوة. يعني بابا يقول للولاد مثلا يا تخليك راجل. ايوه. بس. ايوه ماشي، عايزه يعمل ايه؟ أيوة. راجل. أيوة. انا فاهم انت عايزه يعمل ايه؟ فينتج عن الكلمه دي من غير تولز ليها، من غير اليات. ان الولد يشرب سجاير، ان الولد يحاول يضرب اخواته الصغيرين، لان الصوره الذهنيه للراجل. أيوة. هو بيعملها، هو بيشوف الراجل ده يعني ايه، يعني بيعمل حاجات ما بيعملوش الصغيرين، يبدا يفكر فيها. يقول له يا تخليك واثق في نفسك،
ايوه حضرتك عايز نعمل ايه؟ واثق في نفسك كده. ايوه دي اللي هي ايه بقى. طيب وحضرتك تفصلت الاجابات للاسئله. هو الشغل الفني الحقيقه الفرق بينه وبين التنميه البشريه هو الجزء ده. ازاي نعرف نعمل اليه لاي نصيحه نقولها؟ عشان كده احنا بنفرق ما بين النصيحه وبين المهاره وبين المهام والانشطه. اي نصيحه هقولها لحضرتك معهاش مهاره ومهام وانشطه يعملها عشان ينفذ، يقول لك ايه؟ خليك راضي. ايوه اعمل ايه بقى؟ راضي، انا فاهم انا هعمل ايه. طب ما نبتدي من هنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه في رضا. اول حاجه في الرضا لازم اي حد بكلمه يفهم الفرق بين الواقع وبين الموقع. دول اتنين مش زي بعض خالص. الواقع في حياتنا هو كل حاجه ما نقدرش نغيرها. ايوه. مطلوب فيها الرضا والاستسلام التام. يعني بابا مين؟ ما اعرفش اغيره. يقول لك لو كان بابا وزير مش كان زماننا دلوقتي؟ يا سيدي خلصت القصه دي، اقلب الصفحه عشان دي مش هينفع نعمل فيها حاجه. وافتكر وانا في منتخب مصر كنت في ثانيه ثانوي تقريبا، وكان المنتخب مسافر حته بحرين او الكويت تقريبا، واتجمعنا وبعدين جم قالوا فلان وفلان يمشوا، انا من اللي هيمشي. فسالت وقتها انا امشي ليه؟ قالوا لي عشان قصير. انا طولي 1.80 متر، والمدرب اعتقد كان جيفكو حاجه كده، قال من اول 1.90 متر اللي تحت كده يروح. انا روحت البيت وانا حالتي وحشه قوي. كنت آمل طبعا تآمل بقى ان انا اروح المنتخب واعمل خطوه كبيره وكده. هو الراجل قال انا مش عايزه قصيرين، ولوجيك برضو انا وانا مدرب برضو فكرت زي ما هو فكر. فكانت والدتي الله يرحمها تبص لي تقول لي يا ابني ما تزعلش، انت بتتمرن كويس وتعب نفسك وكل يوم. ما كانش فيه صالات زمان، فكنا بنيجي ملعب الرمله يقولوا لي العب بره، لان انا ببقى متدايفنج بقى في الملعب فطينه ميه مع تراب. ايوه. فتقول لي يا ابني بتتعب وما تقلقش وربنا لازم يعوضك. انا ابص لك اقول لها ايه؟ ما انتوا قصيرين، انا ذنبي ايه؟ هم مش قصيرين ولا حاجه، هم زي انا اللي هو العادي. لا ده انت يعني اقرب الى الطول. بقول لحضرتك هو العادي بتاعنا، لكن انا مش من الطوال بقى. كويس؟ فزعلان. زعلان جدا. ومش هتقدر تغير الواقع ده. مش هعرف اغيره. فكان لازم حد يقول لي يا حبيبي الرضا في الحياه هو الرضا عما لا يمكن تغييره. بابا مين؟ ماما مين؟ فصيلة دمي؟ طولي؟ مقاس رجلي؟ كل الحاجات دي ما فيهاش مناقشه. اوعى تهري فيها كتير، لانك هتبذل جهد كبير جدا فيما لا تقدر. قدراتك البدنيه. ضغط ما هي دي بقى في حاجات تتحسن. في حاجات في القدره البدنيه تتحسن، لكن نوع الليفه العضليه ما تحسنش. هل اليافي حمراء ولا اليافي بيضاء؟ اليافي حمراء يعني ممكن ابذل جهد كبير قوي لكن القوه الانقباضيه قليله. اليافي بيضاء يعني القوه الانقباضيه عاليه جدا لكن ما اقدرش ابذل جهد طويل. دي ليها شغل ودي ليها شغل. المدرب طبعا في الاول بيعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. تشريح النهارده بقى بيعمل كل حاجه من غير حتى رؤيه كده بتاعتنا بتاعت زمان دي، لا كل حاجه النهارده الاي اي يعملها فورا يعني. ايوه. الموقع بقى ده يمكن تغييره فورا. ثقافتي، لغتي، افكاري، احلامي، اهدافي، اخلاقي، قيمي، مبادئي، مهاراتي، المهارات بتاعتي، خطواتي، انجازاتي في الحياه كلها تتغير. فلما حد يقول لي انت راضي عن ايه؟ اقول له راضي عن احلامي، يقول لي غلط، احلامك ما فيهاش رضا. احلم تلمس السماء، ده حلم، حلم اشتغل عليه. وسع. وسع احلامك زي ما انت عايز. العجيب يا باشمهندس ان القران الكريم في شهر رمضان الله عز وجل يتحدث بدقه متناهيه عن الفرق. لسه كنت بقول انا سمعت حضرتك طبعا رجوك طبعا. يعني القران احسن لايف كوتش. بس هو المهم ان احنا واحنا بنقرا نتدبر. ايوه. مش كمل بقى كمل لنا. ربنا يقول ايه؟ يقول لا يكلف الله نفسا الا، وبعدين يجوا كلمتين غير بعض خالص، كلمه هنا وكلمه هنا. يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، دي هنا كده، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي هنا كده. كلمتين دول غير بعض. كلمه بتتكلم على اللي مش عارف اغيره. ما اتاها انا ماليش ذنب، ماليش دخل، انا كده زي ما انا وحاجه وقعت عندي. ابويا مين؟ امي مين؟ طولي قد ايه؟ فصلتي؟ مقاوماتي الجينيه؟ دي مش بتاعتي، دي ربنا سبحانه وتعالى اتاني، انا مفعول به، مش عارف اغيرها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي سيبك من دي في القران، سيبك من دي، مش هتعرف تغيرها، خليك راضي عشان اسعدك باللي مش هتعرف تغيره. تعالى بقى الناحيه دي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل حاجه ممكن اغيرها. صور حضرتك الوسع ده، الوسع ده بتاعي انا اللي بعمله. محدش يقول لي عليه، انا اللي بعمله. ما ينفعش انا اعملها هنا، ما ينفعش انا اعملها هنا. العجيب في القران والمعجز ان اتاها تيجي مره واحده بس، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها.
ربنا مش هيحاسبني على حاجة أنا ما كنتش أعرف أعملها. لكن وصحها تيجي 5 مرات وتيجي بتعدد الضمائر، مش بس 5 عدد، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيزقني يقول لي أكد على المعنى. أيوة، سيبك من أتاها، تعالى على وسعها، دي سبت لك الباب على دي. اشتغل عليها. الآية الأولانية كمان يا دكتور تأكيد لكلام حضرتك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا، ما احنا كلنا يعني خلاص هي اللي أنا هشتغل عليها. كسبت دي هتيجي غصب عني، وما اكتسبت أنا هروح لها. بالظبط. فكل المهارات الموجودة قدامي أنا ليه عطلان؟ ليه عطلان في تعليمي، في ثقافتي، في لغتي، في أخلاقي، في قيمي، في مبادئي، في مهاراتي كلها أقدر أغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يجي يأكد المفهوم. أيوه. يأكده تأكيد عجيب جدا برضو عشان يقول لنا اللي ما فهمش من القرآن أنا هوضح له. فيجي أبو أمامة في غير وقت الصلاة موجود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا جاء بك في غير وقت الصلاة يا أبا أمامة؟ قال ديون لزمتني يا رسول الله. قال يا أبا أمامة قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم آتاها وسعها، جاب دي كده وجاب دي كده. العجز نقص في آتاها، يا رب أنا نفسي أعمل بس ما عنديش قدر، ما ادتنيش يا رب الطاقة، زي ما أنا كنت بقول لحضرتك أنا قصير المدرب عايز ناس طوال، طب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أدخل كلية الشرطة بس نظري ضعيف، هعمل إيه؟ دي آتاها. أيوه. والكسل دي وسعها، أنا عندي القدرة بس أنا مش بعمل حاجة. في لعيبة زمان كانوا حريفة جدا جدا في مصر بس ما عرفوش يبقوا محترفين، ده كان عنده نقص في وسعها، مهارات كبيرة عنده. أتاها أتاها موجود عنده، عنده. بس وسعها ما عندوش. ما وسعها ما عندوش. يقول لك فلان ده، فلان ده لو احترف. أيوه ماشي، ما هو ما احترفش ليه؟ لو اشتغل على نفسه. لو اشتغل على نفسه طبعا عنده الإمكانية. أنت إيه اللي خلاك وقفت هنا؟ الباب كان مفتوح. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرق للناس ما بين حاجة أنا أعرف أعملها ومقصر هتحاسب عليها، ربنا يحاسبك على وسعها، أنا اديتك، أنت ليه ما عملتش؟ كان عندك فرصة كذا وكذا وكذا. واحد كان سريع جدا سبرينتر رهيب، ما لعبش ألعاب قوة ليه؟ كنت تبقى بطل تفيد نفسك وتفيد اللي حواليك. ما دي ده رزق، باب رزق موجود. يقول لك هو سريع بس بيلعب في الشارع، ليه بتلعب في الشارع ليه؟ تاخد مهارتك دي أو لعب تنس أو مثلا لعب لعبة مش بتاعت دي خالص. فإحنا مطالبين إن إحنا نستكشف نفسنا ونستكشف أولادنا. طيب دكتور انت حضرتك دخلتنا في جمله بس مهمه جدا لجزئيه الرياضي، لو اشتغل على نفسه، ودي كلمه كتير لما بتتقال للعيبه. حلو. محمد صلاح اشتغل على نفسه، لعيبتنا لازم تشتغل على نفسها، ازاي ده يحصل؟ حلو قوي. حلو قوي. محمد صلاح في لقاء كده قريب من حوالي سنه ولا حاجه قال الفرق بين اللاعب بره واللاعب اللي عندنا هنا حاجه واحده بس، المينتاليتي بس. شاور هنا كده المينتاليتي. تمام. المينتاليتي ده بيجي منين؟ ده عباره عن كالتشر. دي اتاها ولا وسعها؟ لا دي وسعها طبعا. الاسره كلها بتشتغل على حاجه مش مظبوطه لازم تتحسن. عشان كده بتكلم باشمهندس انا من فتره كده كانوا في تطوير فكر المواطن العربي مش المصري بس. احنا عندنا كوارث في التربيه. كلنا اتسالنا واحنا صغيرين سؤال كمي اللي هو بتحب بابا قد ايه؟ بتحبي ماما قد ايه؟ عمر ما حد سالنا بتحب بابا ازاي؟ شكل الكواليتي. الكواليتي يعني ازاي؟ والطفل بيقول لك قد البحر يعني. ولذلك الثقافه بتاعتنا كلها. حتى فيروز لما غنت قالت ايه؟ شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك. طب اديني اماره حضرتك. انا بتسال لا مش بس انا بحبك قد البحر. شايف السماء شو بعيده بعد السماء بحبك. كنايه. التربيه الكميه دي تقتل الابداع. انا اصلي ليا تفسير للرومانسيه. الناس ساعات بتزعل مني يعني تتصور ان انا تفكيري مش رومانسي، لكن ازعم ان ده قمه في الرومانسيه. انا لا ارى الرومانسيه في مجرد ورده او كلمه طيبه، لكن في التضحيه. صحيح. ان انا ابقى في جيبي فلوس عايز اشتري بدله والاقي زوجتي بتبص في الفاترين على فستان عجبها فافضلها عليا، او ابني محتاج جزمه فاخد اللي في جيبي اجيبه له. صحيح. انا شايف ان دي رومانسيه بس واقعية. رومانسية بتترجم، الرومانسية في رأيي حجم التضحية اللي حضرتك مستعد تعمله للي بتحبوه. جميل جميل. ده في كتاب جميل جدا، راجل اسمه جاريت شابمان، عنده كتاب اسمه لغات الحب الخمسة.
كل واحد ليه لغة حب غير التاني. في لغة حب مواقف، مش عايز منك حاجة، بس عايز لما احتاجك الاقيك في ظهري. في لغة حب هدايا، انا عايز بصراحة احب الهدايا، هات لي هدايا ومالكش دعوة. في لغة حب كلام، انا عايز طول الوقت اسمع كلام كويس. وفي لغة حب الكواليتي تايم، ان انا بعرف اقعد معاك وقت ممتع، لا بديك فلوس ولا بجيب لك هدايا ولا بقول لك كلام، بس وانا قاعد معاك بديك اهتمام. بس كل... شفت حب مهندس الصفقات جميلة. لا لا انا لا يعني جميل يعني اصلي بقى، انا بشوف حب الكلام ده ولو انه لذيذ يعني، بس خطر، لانه ممكن ياخد الناس في سكك مش حقيقيه. خيال الحب ليه تعريف يا فندم؟ يعني قول تعريف دقيق. حضرتك خرجنا بره حته الرياضي ازاي يشتغل على نفسه. حاضر، بس هقول الحب عشان ما امشيش من دي، عشان يقطعوني الناس اللي بتتفرج يقول لك ما قالش على الحب. الحب يا فندم هو عباره عن مشاعر دائمه، ده جناح اهو. الله، يبقى الشخص اللي انا بحبه مشاعري ناحيته دائمه، هنختلف هنختلف بس انا بحبه على طول، بس انا محتفظ بيه طبعا. والدراع الثاني او الجناح الثاني مسؤوليه اختياريه، انا مسؤول عن اللي انا بحبه اختياريا. الله، ما حدش فرضه عليا بالظبط، انا حبيته فبالتالي انا مسؤول عنك. والثالثه قاعده كبيره جدا بنقف عليها، هي احترام الاخر وقت الاختلاف. هو ده الحب، انا اختلف مع حضرتك بس انا بحبك فبالتالي قادر احتويك واحنا مختلفين. نرجع بقى للرياضي ازاي يشتغل على نفسه، كويس، ازاي يطور شخصيته. كويس، احنا دايما نقول حط قاعده كبيره ونشتغل تحتها. اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل، احنا اتولدنا من بطن امنا. المعده عارفه هتعمل ايه، القلب عارف، الكلى، مفيش اي حد اجتهد انه يحسن اداء معدته، صح دي؟ ايوه. ولا معرفش؟ لا ما قول لي. سليمه 100%، ما حدش اجتهد يحسن اداء معدته. يعني امال الطب بيعمل ايه؟ لا، الطب يعالج لو في حاجه غلط او يقول لك حافظ عليها، لكن كل الطفل الصغير اللي هنا زي الطفل اللي في امريكا، زي اللي في اليابان، زي اللي في جنوب افريقيا، لكن في حسن عسر هضمه ده بيجي من اللي هياكله. بعد كده. لكن اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل. ولكن عارفه وظيفتها، عارفه وظيفتها. ولكن عقولنا تحتاج الى تعليمها كيف تفكر. يبقى الازمه كلها بتبدا منين؟ من الدماغ. دي بتفكر ازاي؟ حلو. لو انا فكرتي غلط بتؤدي الى استخدام مفرده غلط، يعني انا بفكر فكر غلط فبعبر عنها بكلام غلط، هقول لحضرتك امثله، ولما بعبر بكلام غلط بيجي لي مشاعر غلط، ولما يجي لي مشاعر غلط يحصل سلوك غلط، ولما يحصل سلوك غلط تيجي نتائج حياتيه غلط، ولما تيجي نتائج حياتيه غلط حياتي متلخبطه وانا مش عاجبني حياتي، فبقول انا، واحد يقول لك انا حظي وحش. يعني ايه حظي وحش؟ لا، يعني ايه حظي وحش؟ ان كل شيء خلقناه بقدر، مش حاجه اسمها حظ وحش خالص. وربنا سبحانه وتعالى لا يكافئ على الايمان هنا، يكافئ على الايمان في الاخره، هنا يكافئ على العمل. حضرتك تشتغل هتقابلك شويه امتحانات حلوه ووحشه، تنجح فيهم تطلع درجات، مفيش حاجه هنا خالص اسمها مكافاه على الايمان. فهمونا زمان انك لما تبقى مؤمن كويس، واحنا في رمضان اهو صح كده، يقول لك لما تبقى مؤمن فربنا يكافئك هنا. لو كافئك هنا يخل باحد قوانين الكون الكبيره اللي هي ايه بقى، اللي هي لا اكراه في الدين. طب انا لو كافئت المؤمن هنا وهو ما بيشتغلش كويس، ما بيتمرنش كويس، ما بينامش في مواعيده، غير ملتزم، وخليته يكسب، طب ما يلخبط قانون الكون. لان الملحد يقول لك ايه يا عم، ده هو عشان بيصلي بيكسب، انا بقى ما بصليش هعمل ايه، فامن غصب عني. لا، ربنا ساب الايمان اختياري، فكان لازم يكافئ على قدر العمل. الملحد يكافئ جدا لو هو افضل، لكن امتى المؤمن يكافئ على ايمانه؟ لو تساوى جهده مع الملحد. عشان كده احنا مثلا منتخب مصر بيلعب مع المانيا او مع البرازيل، اي فرقه كبيره، واحنا قعدنا كلنا في الكعبه ندعي والباقيين قعدوا في سيدنا الحسين، هنخسر برضه. نخسر ليه بقى؟ يعني كل الدعاء ده تانيين في الملعب بيتمرنوا، الملعب اللي يقول هو بيتمرن كام ساعه، هو بيتمرن كام ساعه وبيشتغل ازاي، هو ملتزم قد ايه. وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. صحيح. فالمساله مرتبطه هنا، الكون يا استاذ ابراهيم دقيق جدا، ما بينقطش. يقول لك فلان الفلاني مش محظوظ، لا هو مش محظوظ الماتش ده هياخد مكافئته الماتش الجاي، فيجي الماتش الجاي بيشوط كوره كده راحت خبطه في واحد وداخله جول. انت فتحت لي سكه، لان في يعني مش بتضايقني انما بتدهشني جدا، اما الناس تقعد تقول لك اصل الاهلي محظوظ. يعني تفسيرهم لتفوق الاهلي ان في حد بيتحيز له، حد بيدلعه، حد بيديله حق مش حقه،
أو محظوظ، والكلام دخل فيه الكلام المحسوم الشعبية والمكانة الدولية و هل ده بقى ايه رأي حضرتك صحيح في حتة الأهلي محظوظ؟ اسمها الأرقام علميا. اسمها الأرقام يا فندم. الأرقام لا تكذب. الأرقام. أيوه. قول لي إيه بلاش الأهلي والزمالك. أصل لا أنت حضرتك جاوبت في شق وبعدين هتنهيه بالأرقام لما قلت الله ده بيشتغل وده ما صحيح ما بيشتغل ده عمال بيقول إن ده بيكسب الحظ والتاني صحيح. بيشتغل على حظه. سعد مشغول في الكلام يقول لك كيف تصنع الحظ؟ كيف تصنع الحظ؟ اسمه قانون الفرصة. فرص في الحياة موجودة، في ناس تغتنم الفرص وفي ناس لا تجيد اغتنام الفرص. الفرص موجودة بس عندنا. تنتقد الآخرين بس. وأنا يقول كيف تصنع الحظ؟ طيب رجل ده برنامج كامل يا صبر. عايز ياخد كل حاجة بس حاضر. راجل جميل اسمه ألدوس هيكسلي يقول إيه؟ لكي يكون لديك أعلى مبنى في المدينة فأمامك طريقان. الأول أن تنشغل في بناء أعلى مبنى، تش مشغول في نفسك وعمال تجيب بقى كل حاجة عايز تعلي المبنى بتاعك. التاني أن تهدم كل المباني وتبني خيمة. عندك أعلى مبنى برضه. بس أنت كنت مشغول قوي عشان أبقى أطول منك. عملت أيوه بالظبط كده، عملت تهد كل اللي حواليك. فالناس اللي مشغولة دايما بالآخرين ما بعرفش أعمل حاجة. عشان كده القرآن دقيق. إحنا في رمضان ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يقول هتيجي الآية. لا يضركم من ضل هداكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيوه. أنت ساكت ركز في نفسك. مش خالص. ركز في نفسك أنت. مش أنت قلت له خلي بالك من نفسك، أوعى تقع بس في الحفرة. سيبه بقى هو وتعالى شوف شغلك أنت. لكن أنا أفضل ماشي جنب. يا ابني ما قلت يا حبيب تعالى كده. لا مش هينفع. لازم أنا أدي ملاحظة صغيرة وأنشغل في نفسي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجة ما تعنينيش أنا. حضرتك بتشتغل ازاي في ناديك؟ انا اتعلم منك. اتعلم منك. عرفت اتعلم خير وبركه، ما لقيتش حاجه عندك اتعلمها انشغل بقى في نفسي انا. لكن انا قاعد طول الوقت باصص لك كده، انت بتعمل، انت طلعت، انت نزلت، ما انت كسبت والحكم، كل الكلام ده بياخد من جهدي انا. انا بدل ما جهدي على فريقي بقت جهدي رايح على الفريق التاني. ودي من ضمن الحاجات اللي المدربين احيانا بيغلطوا فيها في الاعداد للمباريات. انت عملت سكاوتنج على الفرقه الثانيه، عندك ارقام واضحه جدا، اديت المهام المطلوبه، انسى بقى الفرقه الثانيه خالص، شغل على فريقك انت بقى. دكتور طب. بمناسبه المدربين، جوزيه مورينيو في تعليقه على فوز الاهلي على الزمالك في ماتش الكاس الاخير قال انه في ناس تقول لك الفريق الكبير ده كسب عشان الحظ، وفي فريق يقول لك خبرات لعيبته، وفريق يقول لك دي حمايه من الله، لكن في الحقيقه انه هذا الفريق الكبير يمتلك قوه خفيه تصنع له النصر. هسألك عن القوة الخفية التي تصنع النصر للأهلي دائما، وإيه حكاية روح الفانيلا الحمراء علميا، مع الدكتور شريف صلاح مستمتعين بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين ومستمتعين حقيقة بالحديث مع الدكتور شريف صلاح أستاذ التنمية البشرية ورائد فن الحياة. كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل على إزاي الرياضي يشتغل على نفسه، والمهندس عدلي أشار لأن محمد صلاح واحد من اللي طور نفسه. اللعيب اللي عندنا إزاي يشتغل على نفسه ويعمل إيه؟ إحنا حطينا أول قاعدة كبيرة أن أجسادنا لا تحتاج إلى تعليم كيف تعمل، ولكن عقولنا تحتاج إلى تعليم كيف تفكر. تمام. من أول لحظة على طول أنا لازم أعلمه يفكر إزاي. لأن كل تصرف بينتج من أفكاري أنا بشوفه تصرف، بس أنا مش فاهم إن في فكرة هي اللي عملت التصرف ده. فلما أكون ألفاظي أنا بتدعم تصرفات سلبية، زي مثلا أقول لحضرتك حاجة، أخبارك إيه الصبح؟ فتقول لي لا جديد. لا جديد دي مشكلة جامدة جدا لو اللعيب قالها، هو مش شايف حاجة، بس إيه اللي حصل عنده؟ إن أنا غير راضي عن الحياة. فغير راضي عن الحياة لما أجي ألعب في الملعب أنا مش مستمتع، وأنا حاسس إن لا جديد أو عادي. أقول لك عامل إيه؟ تقول لي عادي. نعمل اختبار للاعبين كده، اللاعبين او الموظفين شركات يعني. نقول له مثلا لو الجو النهارده لا برد ولا حر، وانا هطلب منك تقول لي الجو اوصفه بايه؟ وبيكتبوا في ورق، واجمع الورق والناقش اللي هم كتبوه. فحد يقول معتدل، الجو لا برد ولا حر، حد يقول معتدل، حد يقول عادي، حد يقول كويس، حد يقول جميل. فانا اقول لهم لو ما قلتش قمه الروعه يبقى انت عندك مرض كبير جدا انت مش شايفه. هو فقدان القدرة على الاستمتاع بالحياة. الجو لا برد ولا حر، يبقى الوصفة بتاعته ايه؟ رائع. احنا في البرد بنشكي وفي الحر بنشكي.
ربنا سبحانه وتعالى بعت لي جو لا برد ولا حر، يبقى لازم الاجابه بتاعتي لو انا المفردات بتاعتي انا بحطها صح ايجابيه جدا عشان لما اجي العب بقى جو رياضي الجو حلو قوي ما انا رايح اتمرن. فالمدرب يسال اللعيبه السؤال ده، اللي يقول لك كلمه اقل من رائع ده اداؤه في الملعب غير مستمتع، مش مدرك، ما هو مش عارف يستمتع بالحياه اصلا. فكل ما تجيله حاجات للاستمتاع هو فقد القدره. في مدربين كتار انا حضرت يقول لك ايه يا حبيبي انا عايزك تتبسط وانت بتلعب، مش عارف يتبسط الا لو افكاره تدعم الانبساط، هو مش هيعرف يستمتع ويمتع الاخرين الا لو افكاره تدعم. وقد يكون مفهوم انه يلعب فردي رقص كتير، لا احنا عايزين نستمتع بالاداء الكل بالظبط، استمتع يرقص استمتع بالنتيجه، هيديني النتيجه في الاخر. فالولد اللي بيعرف يستمتع ده بيستمتع بكل حاجه. يقول لك في الملعب شخصيه الحكم وشخصيه اللاعب. شخصيه الحكم لا يستمتع، الحكم مطالب باكتشاف الاخطاء، لكن اللاعب مطالب ان هو يستمتع ويمتع. فاللاعب اللي مش عارف هو يستمتع بالاداء ويمتع الناس اللي موجوده معاه يبقى هو مش بيلعب، هيبقى اداؤه ناقص، اداؤه ناقص جدا. هو فقط حاجه كبيره هنا ما بتلعبش، لازم تشتغل صح. لما يجي يقول لك مفرده زي مثلا التمرين يقول لك عملته خلاص، ما فيش حاجه اسمها خلاص، وخلاص اعتراف بعدم الاتقان. الكلمه دي جوانا هنا كده كلمه عملتها وخلاص، حضرتك مش قادر تقول ان انا غير متقن، انا غير مستمتع، فبتقول كلمه بديله. فانا معنا مجموعه كلمات كده ممنوعه تماما للعيبه، واي لعيب يقولها نجيبه نحاسبه. ليه؟ عشان بدري جدا انا اخلي قاموس مفرداته، المحرك للمشاعر والسلوك قاموس جيد. من بدري قوي حتى الاسره في البيت. ايوه. اعمل لنا فنجان زفت زي ما كان سي السيد بيقول لست امينه. هيشرب فنجان زفت، فكل بق يشربه من القهوه هو عباره عن ايه؟ عن مشروب من الزفت. بعد شويه اصبح في تراكم للزفت جوه، عشان يعرف يستمتع صعب جدا جدا. بنسال اللعيبه في بدايه التمرين ايه امتى بتبقى سعيد جدا؟ فيقول ابقى سعيد لما، نقول له تعالى اقعد بقى عندك مشكله، لانك انت طلبت من اللاوعي عندك انه غير سعيد الان، انت قلت له هبقى سعيد لما. طيب هتنزل تتمرن انت غير سعيد، انت ازاي مش سعيد وانت شايف وسامع واقف على رجليك وحبايبك حواليك النهارده وبتتكلم وتفكر وكلت وشربت ودخلت حمامك، كل ده مش بيخليك وبتلعب في نادي كبير كل ده مش بيخليك سعيد، يبقى انت عندك مشكله. وهتعمل لي مشكله في الادراك وديها. في ادراك معنى السعاده بالظبط. فنقول له هتحط كلمه واحده بس في تمارين اللاعبين يعني هتضيفها على كلامك، اكون سعيد اكتر لما. كلمه اكتر، فانا بقول سعيد. ايوه حطيت القرار ان انا سعيد. بقول اللاوعي عندي انا سعيد. طب انا اسال حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي عندي فرقه وعايز استعين بحضرتك، هتقول لها الكلام ده؟ طبعا. وهيكون مؤثر معاك؟ طبعا، مبني عقليه احنا بنشتغل عليها، بس احنا هنقول كلام وبعدين المدرب يبدا يراجع اللي احنا قلناه. احنا بندي تعليمات وبنعلم مهارات. طب هل شغل اللايف كوتش زي كده يبقى في سن اكبر ولا الافضل من سن صغير؟ كل الاعمار تنفع، لكن بكل تاكيد مع الصغيرين اكتر. البناء من تحت، البنيه عقليه. يعني كلام بابا وماما في البيت الملخبط ده احنا احنا ملخبطين خالص. خالص. يعني زمان مثلا كانوا يقولوا لنا ايه؟ يا ابني اسمعني يا ابني، اللي تعرفه يا ابني احسن. ده قتل الابداع من بدري. أيوه. لان الابداع في اللي ما تعرفوش. صح. صحيح. مفيش ابداع في اللي تعرفه، ما انت عارفه. ايوه. فهنا انا افقدت الاولاد قدره على الابداع، حطيت له بذره صغيره كده وعماله تكبر معاه، هو عنده 30 سنه بقى البذره دي عندها 30 سنه بقت شجره كبيره، عنده 50 سنه بقى. فبنخاف حتى وان كان اللي تعرفه ده مش هو اللي يلبي لك. طبعا جرب، مفيش مشاكل. جرب. احنا دايما نقول في جرب دي نقول ايه؟ الخطوات القصيره في التجريب. ليه؟ انا مش عايز اجرب بخطوه طويله عشان لو طلعت غلط ما اعرفش ارجع. لا، نقول جرب بخطوات صغيره. ودي من ضمن الحاجات بقى اللي احنا بنقول اللي هو المينتاليتي، يعني انه لازم لو الموقف بتاعه شايف انه عنده امكانيه افضل ولازم يكون عنده رؤيه دي، يعمل خطوات صغيره يمين شمال ورا قدام، يشوف المساله اوضح. فلقى الجو مش حلو بعد بيروح خطوه صغيره يرجع بسهوله، يغير في حاجه، يرجع بسهوله. لكن لازم يحصل تغيير ضروري، تغيير في طريقه نومي، طريقه اكلي، طريقه شربي، علاقاتي، مساله علاقاتي. اللايف كوتشنج كلها بتتكلم على محورين كبار جدا في العلاقات حتى بالنسبه للعيب. اداره الذات بترتيب الاولويات، هو ايه قبل ايه، مهمه جدا جدا في كل حاجه في الحياه. الثانيه اداره العلاقات بتقبل الاختلافات. انا بلعب لعبه جماعيه، الناس اللي موجودين معايا في الملعب مش زي بعض، في حد جريء، في حد حذر، حد سريع، حد بطيء، حد بيتكلم كتير، حد بيتكلم قليل، احنا غير بعض.
انا ازاي اعمل الكومبينيشن بقى بين التيم ده ادخلهم في بعض كده؟ شغلانه كبيره جدا جدا. طيب لازم انا كنت اشرت لحضرتك على جوزيه مورينيو وتعليقه على فوز الاهلي على الزمالك وازاي هذه القوى الخفيه عند الفريق البطل. مورينيو قالها والدكتور شريف صلاح يحاول يأصلها لنا علميا لما نشوف كلام مورينيو. الفرق الكبيره لديها شيء سحري خاص استثنائي، ما هناك من يسميه الحظ، هناك من يسميه الخبرة، هناك من يسميه أن هناك حماية سماء من ربانية أو نوع، ولكن عادة الفرق الكبيرة لما تصل إلى هذه اللحظات الحاسمة فهي تفوز. وكما قلت من قبل المباراة تستمر إلى نهاية المطاف وتسجل وستفوز بدون شك، وإذا استقبلت هدفا فستخسر. لا لم يكن هناك من اتخذ من جازف من أجل الفوز. الأهلي سجل الهدف الأول والزمالك لعب مباراة كبيرة كانت متنافسا قويا وكانت النتيجة متساوية للأخير. سيعودون حزينين ولكن بفخر، والأهلي مرة أخرى كسب لقبا إضافيا إلى سجلهم التاريخي العظيم في أمسية رائعة جدا بتنظيم متميز بنوع من الكاريزما وأضواء وأنوار مختلفة تماما. لقد كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية. مبدل تفضل. أعجبك أكثر الهدف الأول أو الهدف الثاني؟ الهدف الأول أحببت فيه أن هذا اللاعب الشاب ركض وحاول أن يهاجم المساحة في مباراة كان فيها كل شيء مغلقا ويتوقف، وكان هناك نوع من الجمود في التموقع بالنسبة للاعبين، لم يكن هناك من يتحرك ويطلب الكرة في المساحات، وإنما اللاعب كانت لديه هذه الرغبة وركض بعد المدافعين. كما قلت في هذا الوضع يجب على المدافع أن يصعد وأن يدافع المهاجم، لأن هناك مجازفة كبيرة أن تلعب على خط التماس، لأنه هي مسألة سنتيمترات فقط. والفار تقنية الفيديو اضطرت إلى وقت كبير لأن الفارق لم يكن كبيرا. طيب دكتور شريف، استنبطت من كلامه؟ طبعا كلامه جميل. طبعا مورينيو يتحدث بالنسبة للأهلي عن ثلاث أربع نقاط. النقطة الأولى الفريق الكبير عنده مخزون من الكاريزما من التاريخ، ولازم نعرف تأثير التراث في الإنجاز القادم. النقطة الثانية فكرة الحظ، وأنا واحد مش من الناس اللي شايفة التفسير كل شيء على أنه ده الحظ، ده عجز عن التوضيح العلمي، لأنه حتى الكرة تخبط في القايم القايم بيشغل حيز من الفراغ. صحيح، لو أحسن التصويب داخل القايم هتدخل. مظبوط. إنما باستمرار تحميل المسألة على الحظ، مورينيو قال لك لا، هو مش الناس هتقول لك حظ وهيقول لك حماية من الله وهيقول لك خبرات، لكن هي دي قيمة الفريق الكبير بكل ده. تفسير حضرتك علميا ايه؟ أول حاجة في الحظ لازم اللاعب وهو بيرضع لسه داخل النادي يفهموا يعني ايه الحظ. الحظ هو نقطة التقاء بين الإعداد الجيد والفرص العابرة. احنا دورنا ايه؟ الإعداد الجيد. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت ايه؟ الفرص العابرة. كل ما كان الإعداد أفضل كل ما كانت الفرص اللي احنا هنلتقطها في الحياة فرص أعلى، وهكذا. شوف لعيب في ليفربول مثلا بيتدرب كام ساعة في اليوم، ولعيب عندي بيتدرب كام ساعة في اليوم، هنحسب يعني. شوف كده اليوم بتاعه شكله إزاي واليوم بتاع لعيب عندي شكله إزاي. المفروض هو محترف وأنا محترف. الفرق في إيه بقى؟ هو محترف حقيقي، أنا محترف على الورق. مش عايز الناس تزعل مني. محترف حقيقي يعني إيه؟ يعني هو بياكل، في حد بيقول له ايه؟ خلي بالك انت هتاكل بس دول بس كده، مفيش حاجه اسمها جعان او شبع، دي مش قضيته خالص. المحترف عنده درجه عاليه جدا من الالتزام. المحترف عنده مجموعه حاجات كده بيقول عليهم ال 11 الكبار. عنده تقبل ذاتي، عنده تقدير ذاتي، عنده تحفيز ذاتي. هم ال 11 ذاتي النمره بتاعته، هو حد بيعلمها له وبعدين هو يشتغل عليها. عد حضرتك معايا: تقبل، تحفيز، تقدير، ثقة، تطوير، تخطيط، التزام، تحدي، تحكم، تنافس، تقييم. 11 واحد. حلو. نقول له بقى تعالى. وكلهم في القوة الذاتية. هم كلهم ذاتي.
بس هو بيتعلمها في الاول. ان هو عنده 10 15 20 سنه او اول ما يروح يحترف على طول يجي لايف كوتش معايا يقول له ايه، بص ال 11 واحده دول بتوعك انت، احنا هنعلمهم لك، بس كل يوم تعلم صح علامات على الى اي مدى الكلام ده موجود عندك او مش موجود، وتدي نفسك درجه عشش معاك خلاص بقى. هو بيبقى دماغه راكبه كده مع ال 11 واحده دول، هو لازم يعرف هو وصل فين، انا درجتي قد ايه. وبعدين في حاجه اسمها السيلف ايفاليوشن، انا بقيم نفسي مش لازم حد يقيمني. النهارده بقى التقييم سهل جدا بعد المباراه، مش في سكاوتنج النتائج بتطلع كام تمريره صح، ده احنا جوه الماتش بتشوف النتيجه على الارقام. فاللعيب مش محتاج حد يقول له انت كنت وحش، لا هو الارقام باينه اهي. فسهل جدا النهارده غير زمان، زمان كنا بنجتهد، لكن النهارده اصبحت سهله جدا هو يعرف مكانه فين. فاول حاجه لازم يعرف الحظ يعني، عشان ما يقوليش بقى لما يكبر شويه اصل حظ. يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها حظ اطلاقا. ولا واحد في المليار، بالمليار مش موجود اطلاقا. هي بس احنا بذلنا مجهود هنا ما خدناهوش هنا، خدناه هنا بس كده، لكن في الاخر لازم تاخد كل المجهود بتاعك تاخد حقه. النقطه بقى الثانيه المهمه جدا بيتكلم عليها مورينيو، انا هعمل لك فيها معادله علميه خطيره جدا جدا. مورينيو بيكلمك على التاريخ. هي الثقه بالنفس عباره عن ايه؟ عباره عن معادله اسمها الخبره على الموقف. الخبره اللي عندي قد ايه، والموقف اللي انا بتعرض ليه دلوقتي قد ايه. اذا عليت الخبره عن الموقف معايا رقم كبير، يبقى مستوى الثقه بالنفس بتاعي والقدره على التعامل مع الحاجات الجديده دي جيد جدا. طب الموقف اعلى مني، يبقى الثقه بالنفس قليله، يبقى انا سهل جدا اتهز. ناخد مثل من الملعب، الاهلي يا ترى كام ماتش كسبه بلس 90؟ كتير. كتير. فاللعيب عنده حتى هو 90، فاللعيب يقول لك ايه، في جايه 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 جايه. فبيهاجم بشراسه، التمسك بالروح. ايوه ما زال في امل. اللعيب اللي ما عندوش الخبره دي، اللي ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، انا بضرب مثل واحد، ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، مجرد ما الماتش دقيقه 85 يقول لك ايه، خلاص ما جبناش جون في 85 دقيقه، يهمل بقى هجيب دلوقتي. فبيبدا جسمه يرفض انه يديله الطاقه اللازمه لتجاوز ازمات جوه الملعب، والتاني بالعكس مع الوقت وده بالعكس بتعلى بالظبط كده. يبقى اذا هي في حاجه جوانا بتتحرك تراكم المواقف احنا مش شايفينها. الخبره على الموقف. ايوه. فالنادي الاهلي مش بقى بيكسب حكايه التاريخ، طبعا اكيد التاريخ والعراقه والاصاله موجود، لكن كل اللعيبه بتديله ثقافه. ايوه بالظبط كده، اصبحت كلتشر بالنسبه للاعب، هو عدى على المواقف دي كتير، فبالتالي مستوى الضغط النفسي عليه اقل. لكن روح بقى الاهلي هيلعب مع ريال مدريد مثلا، او هيلعب مع ليفربول، او هيلعب مع اتلتيكو، اي حد بقى من الناس اللي هناك، هيبقى اللي بيلعب معاه التاني عنده رصيد اعلى. ايوه. فهو احنا الاهلي بالنسبه لنا الاهلي. لما يجي يروح يقول ايه يا رب بقى ان شاء يعني يمسكوا بقى ونخطف جون، احنا فكره نخطف جون، هما بالنسبه له هناك مش يخطف جون، هو هيلعب احسن حاجه عنده ومتاكد ان الاجوان هتيجي. احنا بالنسبه عايز افتكر ماتش بتاع المكسيك اللي اتغنى فيه 4-2. القارات. كان 2-2. كاس القارات كان مع جوزيه. لا بتشوك المكسيك. ايوه ايوه. كان مع جوزيه وقتها. ايوه. وطلعنا الشوط الاول كسبين 2-1. ايوه. المحللين بين الشوطين، انا كنت قاعد انا واولادي، فكانوا بيقولوا ايه، الاهلي بقى يمسك كوره يحاول يحافظ على اساس ان احنا، فانا قلت لاولادي على طول اذا المدرب فكر كده فكر كده اتغلبنا 100%. هو مش عايز يلعب، هو عايز يقف لحد ما الماتش يخلص، عايز يعدي الليله. عايز يعدي الليله بقى الوقت عدو. طب مش هينفع، مش هيعرف، مش هيعرف، ما حدش عارف يقف الوقت. فلازم هنا المدرب يركز مع اللعيبه، احنا هنلعب بشكل قوي جدا جدا، بس هنركز على الالتزام الخططي، هيبقى ايه المطلوب بالظبط. يعني مثلا لو رحت الناحيه دي احنا نعمل ايه، لو رحنا هنا نعمل ايه، نرجع بسرعه ازاي، اللي يفقد الكره دول، الحاجات دي قول ادوار، مش ان احنا يا جماعه عايزين نعدي الوقت، نحاول كل نكسب وقت، نكسب وقت ده مش في اللعب، مش في الكلام. في ظاهره الاهلي بلس 90 في تفسير تاني غير اهميه تراكم الخبرات والمواقف؟ لا، هي الخبره على الموقف اللي بتحسم الامر. عشان كده لما بيجي لعيب جديد على النادي الاهلي بيقعد فتره على ما يستوعب، قبل ما ياخد باله من دي كده. هو يبقى اللعيبه بقى بتبدا تنقل، اصل دي كالتشر. فدي عدوى. فاللعيب اللي مر بقى بالحكايه دي كتير بيبدا ينقلها. كلنا بناخد من بعض. فناخد الحته دي كده. لما بيروح لعيب من النادي الاهلي، ركز بقى حضرتك معايا، لنادي تاني ما بيعرفش يعملها، هو المجموع معاه. ما هو واحد ما يعرفش يدي 10 صحيح. لكن التسعه والثمانيه يدوا الواحد والاثنين. صحيح بالظبط كده. طيب دي موجوده في النادي.
تلخص كلمة روح الفانيلا الحمراء في الكلام ده ولا في إضافات؟ لا، روح الفانيلا الحمراء دي مهمة جدا. ليه بقى؟ في حاجات بنسميها سبليمينال. ايوه، سبليمينال يعني أنا ما أشوفهاش بس هي موجودة جوه. إزاي؟ يعني مثلا مجلس الإدارة مثلا، اللعيب الصغير يقول لك إيه؟ أما أدخل النادي الأهلي أنا داخل دولة، داخل دولة، في منظومة كبيرة بتحصل. أنا مش شايف في حاجات يعني النادي جوه النادي، ما أنا أنا عضو في النادي فبشوف كل حد مسؤول عن حاجة وكل حد بيعمل حاجة بشكل جيد جدا جدا. ما بنشوفش بقى مجلس الإدارة طالما كل المنظومة ماشية بالطريقة دي كده. عكس مثلا تروح مكان تاني تلاقي لازم حد من مجلس الإدارة يتدخل في أي مشكلة تحصل عشان ما فيش منظومة موجودة. فاللعيب اللي بيشوف المنظومة مبكرا بيعرف على طول إن هو في نادي كبير. دي اللي بيقول عليها روح الفانيلا الحمراء. هو اللعيب مش فاهم بس عارف انه داخل منظومه، عارف ان حقه هياخده بالكامل، عارف ان مفيش حاجه اسمها الضعيف يتاكل، عارف ان مفيش حاجه اسمها اصل بابا فلان او ماما فلان خالص. والكلمه اللي تتقال لك لازم هتتنفس. بالظبط كده، بالظبط. انت دخلت جوه المنظومه. وفكره المنظومه دي احب بقول عليها عندي سيستم وعندي مشاعر وعندي نتائج. اي منظومه في الدنيا قايمه على الثلاث حاجات دول، ما اقدرش العب بواحده منهم ولا اثنين. سيستم يعني ايه؟ يعني كل الناس يسري عليها السيستم ده. يعني اقدر الخص ان الرابط بينهم درجه الالتزام، هو التزام جوه المثلث. انا ملتزم بان في سيستم. مجرد ما دخلت النادي الاهلي دخلت على السيستم. دخلت مش داخل اغير. لا 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 خالص. مش هينفع، انا مش عارف اغير وفي منظومه كبيره انا دخلت جواها. الحاجه الثانيه مشاعر، هيبقى مطلوب مني طول الوقت احترام زمايلي واحترام نفسي عشان لو حصل اي غلط مش هتسامح وهتعاقب وبعديها هبقى كويس. مفيش حاجه اسمها ايه اللي هي عملته خلاص جاته خلاص، طب انا اعمل ايه؟ ما غصب نعديها او نعديها. مفيش نعديها، هي دي كلمه المشاعر. وتحت الضلع الكبير نتائج. انا بلتزم مطلوب مني النتائج. حركة المكنه بتاعتك ما بتطلعش قماش فهنقول لك ايه؟ انت فوق راسنا وشرفتنا ونورتنا بس احنا متشكرين جدا عشان المكنه ما بتطلعش قماش. وده انا شايف يعني ايه مودست. انا ماليش دعوه بالكوره بس انا اقول من ضمن الكلام يعني الناس بتقول ايه؟ خلاص ما هو المكنه ما بتطلعش قماش، ممكن تطلع في حته ثانيه. بس بالنسبه لي انا عندي الثلاث حاجات دول، قادر تنتظم جوه المنظومه بتاعتي اهلا وسهلا. المشاعر بينك وبين الناس اللي معاك ونفسك والاداره جيده، في نتائج جايه. النادي فوق راسه، انت فوق راسي، لكن اي واحده من دول فيها خلل النادي مش هيخليك. هي دي كلمه منظومه. لعيب بقى الصغير بيشوف دي كويس قوي، بنسميها السبليمينال. يعني لعيب الطاير او لعيب اليد او لعيب كارتيه ملوش دعوه بفريق كوره بس شايفها، شايفها بتاثر فيه. طبعا طبعا، هي دي اللي بتعمل اللويالتي عند اللعيب. يقول لك هو منتمي ليه؟ هو منتمي، شايف حاجات فوق بتعلم فيه زي الولاد بالظبط بتعلمهم بابا وماما في البيت. ايوه، مش هينفع بابا يبقى بيعمل حاجات غلط كتير ويقول لك ايه بس انا عايز ولاد كويسين، مش هيبقى كويس. بابا ده مهم جدا، بابا المؤسسه، بابا الشركه، بابا النادي، بابا الدوله، بابا انا كلنا. ما تخليش تصرفاتك تتناقض مع اقوالك. بالظبط بالظبط، ودي موجوده في المنظومه. عشان كده بقول لما نتكلم على منظومه النادي الاهلي نقول كيف يمكن. اتفضل كمل الجمله عشان هسالك سؤال اللي شغل الناس بقى. كيف يمكن خلق لاعب منتمي محترف؟ طبعا انا مع حضرتك يمكن ناقشنا الموضوع ده قبل كده. لا، في منظومه كبيره جدا ممكن تعمل لكل الصغيرين دول عشان بدري جدا جدا يبقى المفهومين عنده هو منتمي محترف. بدري العقليه. تصور انا عمال انساها. لا لا خالص. وانت بتكلمني على الذهنيه داخل مصر وخارج مصر. ده انا عايز اقول لك ان وصلنا لما تسال اي لعيب ولا تستثني احد مهما كبر او صغر في مصر يقول لك اصل انا حلمي احترف. هو يقصد احتراف خارجي وكانه بالملايين التي يحصل عليها غير محترف. يعني هو مجرد ما بيقول الكلمه دي انا بتخض. عايز تحترف؟ امال انت بتعمل ايه عندنا يا عم؟ صحيح. يعني دي جت من ايه؟ وجهه نظره ان انا كلمه اجنبي يعني محترف. احنا بقول له طب انت بتعرف تعمل زي المحترف؟ ما هو ده مهم. المحترف تعال نجيب اي واحد من اللعيبه الجامدين دول شوف اليوم بتاعه بيمشي ازاي، بياكل ايه، بيشرب ايه، بينام امتى، بيقوم بيتمرن كام مره في اليوم، السوشيال ميديا وضعه اخباره ايه. جرب تحترف هنا الاول عندي وشوف هتبقى مستواك ازاي. لو قدرنا نعمل هل ده سوري يعني هل هو بيقول كده لان ما حدش بيفهمه؟ يا ابني انت محترف. صحيح.
طب ما تعمل زي اللي بره بالظبط كده. يعني بالزبط. انت الملايين اللي بتاخدها يمكن ما تاخدهاش بره، لكن انت محترف جوه اكبر انديه في مصر، انا بتكلم على الانديه الشعبيه تحديدا يعني. انت محترف، ما بتديش ليه؟ محترف في وسط بيتك وفي وسط اسرتك ومن غير غربه، اذا حاجه عظيمه جدا. مفهوم الاحتراف محتاجين تعريف واقعي للاحتراف، دي اول قضيه عايزين نشتغل عليها، مش عارف امتى. لكن باذن الله ربنا لنا اسباب وتجيلنا حضرتك بتوسع شرف. نتكلم فيها ازاي تقول ايه للناشئ او للاعب الكره يبقى محترف ازاي؟ يعني ازاي نعرف نعمل معاه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي السبليمينال دي؟ احنا ازاي نحط حاجه في عقله بدري جدا وهو صغير تكبر معاه فكره ان انا محترف ومنتمي مع بعض. الاثنين دول اذا قدرنا نعملهم، مش بس النادي الاهلي على فكره، بتكلم على مصر كلها، اذا قدرنا في المدرسه وفي الجامعه وفي الكليه وفي الشغل في الوزاره، اذا قدرنا نعمل الكلام ده مع كل الناس الدنيا تختلف خالص. ما هو الاحتراف في الملعب والاحتراف في شغلك. بالظبط بالظبط، نفس الفكره بالظبط، احتراف يعني. الحياه فعلا. النهارده احنا كنا مع الوزير اشرف صبحي في اجتماع اللجنه العليا للموارد البشريه، كنا بنتكلم في الجزء ده، كيف يمكن صناعه انسان محترف. وقلت له الحقيقه ان وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده انا بقيت سعيد ان هو بيفكر بالطريقه دي كده، عايزين نعمل كوادر محترفه كذا كذا. قلت له لازم يتعمل، لازم على مستوى مصر كلها، مستوى مدارس، مستوى الجامعات، على مستوى شركات. بتفجر لنا نقط والله يا دكتور. طب احنا عايزين نعمل كوادر. طب اذا كان قيادات المنظومه الرياضيه في مصر ما بتدينيش الاساسيات اللي تطلع كوادر مؤمنه برسالتها وتلتزم بيها، يعني ما بنشوفش خط واضح، لو عملت كده تجازى، لو عملت كده تكافئ، لو عملت كده تبقى انت صح، لو عملت كده قطعا تبقى غلط. احنا عايشين في حاله من الموائمه المستمره، وان اطراف المشكله بتحدد نتائج اي قرار بيتاخد. يعني مش انك انت بتقول لو عدلي وابراهيم عملوا كذا هيعمل نعمل كذا، لا، لو عدلي عمل كذا اتصرف معاه ازاي، طب لو ابراهيم عمل كذا اتصرف معاه ازاي. صحيح، ده اللي بيحكمنا يا دكتور. فقبل ما نخلق كوادر هتخلقها ازاي واحنا مش حاطين ال كويس؟ التغيير عموما بيقابل مشكلات، وكانت ازمه المصلحين عبر التاريخ ان هم بيحاولوا يحسنوا حياه الناس. الناس بترفض التحسين، يقول لك بقول لك يا ماشي يا ماشي، الناس مش مشغوله قوي بتحسين نمط حياتها. ولذلك احنا بنقول عليهم القاطره. القاطره دي هو اللي هو الشخص اللي بيقدر من خلال هو نفسه منهج التغيير يقود ناس معاه يشدهم لمنطقه افضل في الحياه. فكل ما اشتغلنا مع القاطرات افضل، كل ما كان الناتج القومي اعلى. بكل تاكيد انا لما اروح برنامج تدريبي او سيشن عندي مثلا 30 واحد، مش ال 30 عندهم استعداد للتغيير، لكن بلاقي خمسه سبعه. الخمسه والسبعه دول مهمين جدا بالنسبه لي، هو ده اللي بيقدر يشد معايا لمنطقه افضل في الحياه. الناس هتقاومني طبعا، ما هو بابا وماما يقول لك ايه يا عم بقى، ما هي ماشيه طول عمرنا بنعمل كلمه، طول عمرنا بنعملها كده، دي خطيره جدا، طول عمرنا بنعملها كده. ما لازم اشوف الصح. اليابان عندهم حاجه اسمها الكايزن، يقول لحضرتك ايه الكايزن ده، بيتعلموه هم لسه بيرضعوا في المدرسه كيجي. هناك دائما طريقه افضل لاداء اي عمل، علينا البحث عنها مهما عملت، مهما عملت بقى في احسن، في احسن. هو طول الوقت، فهو الطفل الياباني عامل كده. يبقى انت شغال على وسعها كده، شغال على وسعها، عايز سقف وسعها فعلا. بيعلموا الطفل كده من الاول وهو بيرضع لسه. الكايزن هو منهج التغيير للافضل. طب هتقف دي؟ لا ما تقفش، طول الوقت بيفكر ازاي دي تبقى احسن. تعرف يا دكتور وابراهيم، يمكن المشهد ده واحنا في طوكيو في كاس العالم الناشئين كذا مره نروح، هذا المشهد لم يتغير في اي لحظه، انك تشوف المس او الابله ماشيه وراها عدد ما يزيدش عن 10، ما بيزيدوش عن 10، كلهم طابور بس كل واحد ماسك ايد الثاني. هذا المشهد زي ما تقول قطر، فاصبح ثقافه ان هم يتبعوا الليدر اللي هي المس او الابله بتاعتهم بهذا النظام، وكلهم شادين بعض. ده بيدي التزام تلقائي من غير رغي، كلتشر. فانا يعني المشهد ده بيطلع من دماغك؟ لا طبعا، انا ما بيطلعش من دماغي المشهد ده. صحيح، يتكرر كل مره تشوفه، تبص على الرصيف الثاني تلاقيه.
يعني هم شعب سيستماتيك قوي. ازاي يعني تبني؟ ما هي دي فكره برضه يا استاذ ابراهيم، هو ازاي تبني القصه دي؟ دي بتتبني ككلتشر، تحط مايند سيت واحنا صغيرين قوي. احنا مثلا كراسي موسيقيه مثلا يعني، وده من ضمن التمارين اللي بنعملها للفرقه الجماعيه. احنا كلنا لعبنا زمان كراسي موسيقيه صح؟ حضرتك فاكر؟ فاكر؟ تسع كراسي و10 لعيبه والموسيقى تضرب وهوب كل واحد يقعد على كرسي وفي واحد زياده مش هيقعد يخرج. فاحنا واحنا بنلعب لعبه كنا بنعمل ايه؟ نجري جنب الواد السفروت الضعيف ده عشان اول ما هوب نروح خابطين ونقعد. قابل للذات. كل ما اللعبه تعلى كل ما بيكون الصراع فيها اعلى. مفيش سفروت بقى. مفيش بقى سفروت. لغايه اخر اثنين وكرسي واحد. ده لازم مطوه بقى هنا، حد معاه مطوه، ما هو هيقعد ازاي؟ يا ساعه اثنين جامدين. طيب ده كلام مهم جدا، واعتقد هنرجع الدكتور تاني لملعب الاهلي وعلى السمات المكونه لشخصيه الاهلي واللي قالوا عنه مانويل جوزيه، وده كان حد مهم جدا في استكشاف المحتوى بتاع شخصيه الاهلي. كلام مهم جدا مع الدكتور بعد الفاصل. يعني احنا هنرجع تاني، كنا بنتكلم على ليك وجهه نظر في التجربه اليابانيه في لعبه الكراسي الموسيقيه اللي احنا بنلعبها العاديه دي بتاعتنا. احنا بنلعبها بمفهوم ازاي؟ هما بيلعبوها بمفهوم ازاي؟ وبعديها السؤال اللي اخشى ان تنتهي الحلقه قبل ان اساله لحضرتك. ان شاء الله ما تيجيش. اتفضل. احنا بنلعب اقصاء الاخر، يعني فكره الكراسي الموسيقيه اللي كلنا لعبناها والمدرسين التربيه الرياضيه بيعتبروها من اهم الالعاب اللي بتكون موجوده في المعسكرات والكشافه والكلام ده كله. نفس اللعبه دي في اليابان بيلعبوها، احنا هنا بنلعبها ازاي اخد واحد كوع عشان اقعد مكانه او كتف او اشنكله. هناك بيلعبوا اللعبه دي بيعملوا مجموعتين كراسي، دي 9 و10 لعيبه و9 و10 لعيبه، وبعدين الموسيقى تضرب وبعدين يقولوا هوب، مطلوب مين اللي يعرف يقعد على الكراسي الاول. فالفريق ده بيجتهد جدا ان هم العشره يعرفوا يقعدوا على تسع كراسي. يقول تعالى 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 مين اللي يعرف يقعد الاول؟ دول قدروا يعملوا تيم يقعدوا على الكراسي. التيم ده كسب دلوقتي. يعني هم مش بيعملوها ان ناقصوا واحد كرسي، ناقصوا لا لا لا، ده عايزين يقعدوا على الكراسي. مين الفرقه اللي تقدر تقعد مع 10 يقعدوا على تسع كراسي؟ يتكاتفوا جدا كده. فازاي يتعاونوا؟ بالظبط. الله. بعدين يشيل كرسي. يبقى 10 على 8 كراسي، هوب 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 هوب، ازاي يقعدوا هم ال 10 على 8؟ لحد ما بيقعدوا هم ال 10 على 4 كراسي. صعبة جدا، فبيعملوا كتلة وتعالى فك كتفي وانت تعالى ايه ده؟ ما هو ده تماسك الجماعة اللي في الماتش. احنا عندنا فكر الإقصاء. ايوه احنا بنقصي بقى، أول ما نيجي غلطة، قلت لك أنت كل مرة كده، احنا عندنا دي. هو عنده لا التيم ورك. التيم ورك. والله التيم ورك دي كلمة سحرية لأي عمل. طبعًا. هو أي عمل. وده اللي اشار اليه الدكتور زويل كتير. صحيح. الفريق دايما ينتج اكتر من انتاج عدد افراده، يعني لو معانا ثلاثه هينتجوا انتاج اكتر من الثلاثه منفردين لو جمعناهم. ينتج انتاج اربعه او خمسه. لو عندنا 10 تيم ورك ينتجوا انتاج 15. فالتيم ورك مهم جدا. السؤال بقى، احنا لا يعني الملاحظه مثلا، ودي قالها مانويل جوزيه في الحديث اللي حضرتك اشرت اليه، كان ابراهيم استفرد بيه 9 ساعات في الطياره وجاب جهاز كده بياخد 260 ساعه تسجيل. من اليابان. من اليابان. ما شاء الله. والراجل يعني اداله من الثمان تسع ساعات اكتر من نصهم. لكن هو قال له حاجه مهمه جدا. قال له احنا لا نتعامل مع الفرحه والاحباط بالشكل المحترف الصحي. احنا يا نفرح لدرجه جرجرنا الى الهزيمه، يا نحبط لدرجه جرجرنا في الاستمرار في الهزيمه. وهو يعني لما تلاحظ حضرتك كسبنا ريال مدريد في اول سنه لمستر مانويل، وابتدينا الدوري بعديها باسبوع خسرنا من السويس. فاكر يا ابراهيم؟ اتنين. بعدين كسبنا ثالث العالم في اليابان، ورجعنا خدنا الأوسمة وخسرنا من الإسماعيلي في القاهرة 3-0. ولما طلعنا ثالث العالم مع موسيماني رجعنا خسرنا مع الهلال في الخرطوم. ولسه راجع بفرحتك من السعودية. ولسه راجع، عشان كده كنت خايف جدا جدا جدا. ماتش البنك الأهلي. من ماتش البنك الأهلي بخلاف ناس كتير. ومنهم احنا من شكل التشكيل والأداء. ان تتعامل ازاي بعد الفرحه العارمه
مع هذه المباراه اللي ادتنا جرس ثلاث مرات وما خدناش بالنا. ايه القصه؟ نتعامل ازاي مع الفرحه الكبيره؟ انت راجل هنيجي نقول لك الفرقه قدامك اهي يا سيدي كسبانه، هنعمل معاها ايه؟ عشان تجهز بعد ثلاث ايام تلعب ماتش مهم جدا جدا، وبعدين في نفس اللحظه هناخد من نفس المأسف فرقه محبطه وخسرانه 4-3 هو اللي حصل بنتيجه، ورايحين نلعب مع سيمبا اللي بيهددونا دلوقتي هنخصيكم. نعمل ايه هنا ونعمل ايه؟ طيب اول حاجه هي مرتبطه بالبنيه العقليه. بنيه عقليه يعني الكالتشر بتاعتنا احنا عموما، هل ده موجود بس في لعيبه الكوره ولا موجود حتى في كلامنا العادي؟ طول الوقت احنا قاعدين نتكلم احنا الفراعنه، احنا الثقافه، احنا الحضاره، احنا اللي بنينا. في حاجه اسمها انتاج طاقه مشاعر، مشاعر ايجابيه، بس ما فيش طاقه حركه. وفي حاجه اسمها انتاج طاقه حركه، حركه دي فعل، لكن مشاعر بس دي خطيره جدا سواء ايجابيه او سلبيه. اها. فمدرب اجنبي اتغلب في ماتش غير متوقع خالص، رد الفعل بتاعه بعد ما الماتش يخلص صحيح مش مبسوط، لكن بيروح بكل ثقه فارد صدره ورا رافع راسه سلم على المدرب الثاني يقول له جود جود ماتش جود ماتش كده، بيروح ماشي. هو خلاص تعافي سريع جدا. احنا بالنسبه لنا المدرب يخسر مش عايز يسلم على حد، مش عايز يكلم حد، قفل موبايله، قفل موبايله، رمى كلمتين في الهواء كده وما حضرش المؤتمر الصحفي. ايوه عمال يرسخ، ما عندناش قدره على التعافي. وده دي هيتعلمها بدري، ازاي يعرف يتعافى بسرعه جدا من المواقف السعيده والمواقف الاليمه. دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. عجبني جدا كيروش، نتفق او نختلف يعني عليه كمدرب. ايوه. لما بعد ما الفرقه خسرت قال ايه؟ قعد مع لعيبه في اوضه اللبس وقال لهم كل مباراه بنخوضها اما فوز واما اللعيبه ردوا ايه؟ واما خساره اللي هو العادي. قال لهم لا، واما تعلم. يبقى اي خساره بنقابلها فوز اتعلم منها. ايه اتعلم؟ ايه على طول؟ ليه؟ عشان هو يعمل التعافي. اصل انا فوز وخساره هفضل بخساره وخسرنا فورا. هو قلب الكلمه. حضرتك تقول لي يعني ايه الكلمه دي؟ اللي طبعا كلمه صغيره جدا، بس هي رايحه على قاعده فكريه عندي، ان بمجرد الهزيمه مباشره انا ببدا اشوف اتعلمت ايه. تقول ايه؟ الماضي للتعلم وليس للتالم. لا تحدثني عن الالم والحسره بتاع الخساره، حدثني عن العبره والخبره. ايه الخبره اللي خدناها من الماتش ده بسرعه جدا؟ انا هنا عملت حاجه في عقلي كمنتاليتي، عملت شيفت ما بين انا زعلان وبين ان انا خدت خبره. وكمان رسخت ان دي حاجه عابره. ده طبيعي، هو ده طبيعي، ما فيش حد يكسب على طول. هفاجئ حضرتك وانا اتعلمت منها ايه عشان اللي جاي؟ طبعا هتعلم عشان اللي جاي. فدي مهمة جدا جدا. الجمله اللي اتبقى بسيطه دي يا جماعه فيها فيلم وموال. يعني احنا بنسميها باشمهندس بناء القواعد الفكريه. ايوه. انا بحط، انا عندي كده منظومه فكريه عند الولد الصغير، فاحنا كل يوم بنحط ايه قاعده في القواعد الفكريه دي. بعد 6-7 سنين بيبقى مبنى كبير خلاص، هو بينسبق ده المبنى طلع مش عارف شيء واحده من دول. ايوه. فاول حاجه في الماضي اللي انا بتغلب فيه ده اسمه الماضي للتعلم. طب والفرحه جاي لها بقى. الماضي للتعلم الاول وليس للتالم. حدثني عن العبره والخبره ولا تحدثني عن الالم والحسره. يبقى خلصنا دي بتاع الايه؟ ماتش اتغلبته. ما تقعدش بقى تفكر اتغلبنا ازاي. نفس الكلام وانا جوه الملعب، بيقول لك في فرق اول ما يدخل فيها جون قبل ما تفوق يكون دخل التاني. ايه الحكايه؟ ما عرفش يتعافى بالجون اللي دخل بسرعة. فيه. كل ما مستوى الاحتراف يبقى جيد سواء بقى فكريا او بدنيا، القواعد الفكريه اقوى بالظبط كده. انا بيحكمني فكر. صبرين بيحكمني فكر في الملعب. صحيح. انا ما عنديش وقت ان انا اعمل فكر جديد في الملعب. اللي بيحكمني مكوني انا الفكر اللي انا نازل بيه المباراه. ما اقدرش اعمل فكر جديد جوه المباراه. يقول لك ايه؟ يا ابني كنت عملتها كده. حضرتك بيعملها في التمرين؟ لا، يبقى مش هيعملها. هيجيبها منين؟ الجهاز اللي هيديها لك لازم يكون بيعرف يعملها الاداء الالي بتاع المهاره. فلو ما بيعرفش يعملها في التمرين ما يعرفش يعملها في الملعب. كويس. طب والفوز بقى؟ ده قاعدته مهمه جدا. الفوز ده اولا يفرز كميه دوبامين عاليه جدا، كميه اندورفين عاليه جدا. طيب وبعد ايه دي وايه دي؟ الدوبامين ده بتاع السعاده، بتاع النشوه يعني. خلينا السعاده سيروتونين نتكلم لوحده، ده بتاع النشوه ده يعني. معلش سامحني كده، ده هرمون يعني. هرمون نقل عصبي. هو يعني شبه اللي بياخده بتاع المخدرات. بتاع المخدرات الجسم بيفرزه، الجسم بيفرزه على طول نتيجه الفرحه الكبيره دي.
فانا فرحان فرحه كبيره جدا. اصبح تقييمي للامور حواليا مش مظبوط، زي بالظبط بالظبط بتاع المخدرات اللي واخد مخدر، فلازم انا يحصل استفاقه سريعه جدا عن طريق التمارين. يعني ليس مهما من اين انت قادم، المهم الى اين انت ذاهب. لما تيجي تقعد في القعده بقى بعد الماتش اللي كسبناه، ما تكلمنيش كتير على الماتش اللي كسبناه، كلمني على الماتش اللي جاي. انت جهزت كويس؟ رجعت الفرقه كويس؟ مش ماتش سهل، سهل وصعب دي ما تبانش قبل ما نلعب. على الرغم ان الاهلي كثيرا يعني الجمله شارع نقفل صفحه الماتش صح ونفكر، بس يبدو ان احنا احيانا ما بنطبقش دي، وخصوصا الماتش اللي فات. ليه يا فندم؟ لان حضرتك بتقولها في ثلاث دقائق وانت قاعد، بس هو المنتاليتي بتاعته في حياته العامه هل بيعرف يعملها؟ بيعرفش يعملها. روح لا 100 واحد زعلان بالظبط، روح لا البيت والشارع بيتكلموا في اللي فات، ويفتح الموبايل يلاقي السوشيال لسه بتتكلم. كلنا كده، محدش مديله فرصه بالظبط يتعافى، محدش مديله فرصه يتعافى. انت عارف مانويل جوزيه كان بيعمل ايه يا دكتور؟ يروح داخل فيهم شمال، لازم يتخانق في اول تمرين بعد المكسب. هو فاهم وانا بقيت احتار، بيلغي التمرين. يا ابراهيم اكتشفت ان هو يذبح له القطه. طب هو فاهم، عايز ينقل دماغهم. صحيح. لا يا حبيبي انتوا ما عملتوش حاجه. ودي مهمه جدا جدا. حتى اولاد بقول لحضرتك النهارده، هو المدرب بيقولها كتعليمات، مدير الكره بيقولها كتعليمات، ودي حلوه، لكن التعليمات دي صغيره قوي مقارنه بالبنيه العقليه بتاعته. حياته كلها بيقعد يحتفل بالماضي كتير قوي. احنا الفراعنه، احنا حتى الحضاره الاسلاميه عموما يقول لحضرتك ايه، احنا الحضاره الاسلاميه طول عمرنا لما كنا ماشي. انت بتنتج طاقه مشاعر، دي خطر جدا، ما فيهاش طاقه حركه. انت عملت براندنج، عملت مصنف، خدت الزهو، بس ما خدتش الحفاظ عليه اللي جاي بقى على طول. عشان كده بقول ايه، احنا مش قفلنا الصفحه. كلمني اذا كنت هتكلمني على الماتش اللي فات ده وكسبناه، قعدت تتكلم 10 دقائق، يبقى لازم اتكلم على الماتش الجاي 3 ساعات. نعملها كده ميزان، انت اتكلمت قد ايه؟ ساعه. اتكلم على الماتش الجاي يوم كامل. الماتش الجاي مش الفريق قوي ضعيف، لا، انا عملت ايه؟ الباك ليفت بيعمل ايه؟ الوينج رايت بيعمل ايه؟ هم بيهاجموا منين؟ هم ضغط متقدم، بتكلم على الكوره يعني. فلازم انا اتكلم كتير قوي على الماتش الجاي. ده بالنسبه للكوتش. طب اللاعب بقى نفسه يعمل ايه؟ وانا بقول لك بيروح يلاقي الدنيا دي، هل في مسؤوليه من اللاعب على نفسه؟ هو هيعمل بقى النقله دي، يعني مثلا يكلموني في البيت والماتش هيقولوا الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا ده، بس الماتش الجاي مهم جدا، الماتش الجاي فيه كذا وكذا، ده انا النهارده. يعني انت تقول للاعب اعمله كده؟ طبعا لازم يعمل كده، لازم يعمل. احنا عايزين نعادل رصيد الخبرات اللي عنده لحياتي، ان الماضي السعيد بنعيش فيه كتير قوي. طيب واحنا بنحاول التاصيل ده يا دكتور لطبيعه الاهلي على وجه التحديد. جمهور الاهلي من النوع اللي رافض للهزيمه، وشايف دايما ان الاهلي اتعمل عشان يكسب فقط، ولما تقول له الرياضه فوز وهزيمه، لا، الرياضه بالنسبه له فوز وفوز. هل رفض الهزيمه بهذا المعنى يمثل بناء لقاعده فكريه ولا ضغط على اللاعب؟ هو ضغط على اللاعب مطلوب، احنا دايما نقول عليها ايه؟ نقول الضغط في حاجه اسمها الضغط الدافع للنجاح، في الضغط المانع من النجاح. انا عايز ضغط على اللعيبه دايما، ضغط دافع للنجاح. انت كنت كويس جدا بس في افضل. بص انا مش هقول لك وحش. طب اللغه نفسها بقى، هو الجمهور مش هنعرف يا باشمهندس. لا يعني ايا كانت اللغه، يعني في مهاجمه اللعيبه او مطالبتهم، في فرق بين المطالبه رقم واحد، انا مش هاجمه على مستوى الشخصي، ممنوع منعا باتا. يعني ممنوع منع، لو جمهور واعي هنقول للجمهور اوعى تهاجم لعيبك على المستوى الشخصي، هو مش عارف ابنه ايه، بنته ايه، كان سهران، كل الكلام ده بسبب شخصي. انت كلمه على اداؤه في الملعب. دي نمره واحد. نمره اتنين، اوعى تقارنه بلعيب تاني، قارنه بادائه هو نفسه الماتش اللي قبله بنفسه. انا عندي ارقام، قول معقوله الكلام ده؟ بقى انت الماتش اللي فات تعمل كام تمريره صح؟ الماتش ده اتفاجئ بيك انك انت عامل كام ميس ده باص. دي نقطه مهمه جدا، مقارنته بنفسه، مقارنته بزميله بتعمل قلق، بتضرب العلاقه بينهم. طبعا طبعا. وبعدين انا بقى خلاص الشيطان بيدخل فيها، لعبه شيطان كبيره جدا هي المقارنه. ايوه الشيطان عايز يقارن ببعض. يعني شوارب بينتزع مننا الوقت، الاستمتاع بالقعده دي. احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه يا جماعه، احنا ما قلناش حاجه، احنا شاورنا على رؤوس مواضيع كتيره جدا، لكن الدكتور شريف محتاج ان احنا
كل حاجه شاورنا عليها نخصص لها وقت اكبر بكتير نشرحها لوحدها عشان نقدر نستفيد ونقول نعمل ايه واحنا حتى نطبق كثيرا مما اللايف كوتشنج سوف يقال على انفسنا. اللايف كوتشنج يا دكتور بالنسبه للفرق هل يكفي لكل فريق لايف كوتش ولا كل لاعب في حياته محتاج لايف كوتش؟ هو المعد النفسي بيقوم طبعا بالدور ده كله. هل ده بديل للمعد النفسي؟ ما هو بيقوم بالدور ده اساسا بس مع الفرقه كلها. أيوة. لكن في ناس جوه الفرقه ده عايز حاجات خاصه جدا. أيوة. واكيد المعد النفسي ما بيعرفش يشتغل مع 30 لعيب زي صلاح حاجه. طبعا صلاح عنده واحد لوحده اشتغل معاه لوحده، هو ده الفرق الكبير. كنت قلت لي في البريك ان صلاح كان بيقرا كتاب في الطياره. بيقرا كتاب مارك مانسون بتاع فن اللامبالاه. بالظبط. فن اللامبالاه. فن اللامبالاه. ازاي تبقى لا مبالي؟ ما هو ده التعافي بقى. هو طبعا هو اسم الكتاب مش زي الكتاب قوي يعني. ومارك مانسون لما عمل الاسم ده عمله دعائي. دعائي استفز الناس يعني. لكن جوه الكتاب بيتكلم في حاجات مش عارف تغيرها وانت مش اهم واحد في الكون ولا حاجه، ده بيتكلم كل الناس يعني. فصلاح قرايته للكتاب عملت دعايه كبيره جدا جدا للكتاب. ومارك مانسون بعت له رساله انا بشكرك جدا لان خليت الكتاب بتاعي. لكن فكره ان صلاح في الطياره بيقرا كتاب عشان يفيده في ساعه صحيح. الانتقاد الحاد يعمل ايه؟ مظبوط. ده جزء من انه تعافي طبعا. بيشتغل على مزبوط. نفسه مظبوط. سجل ملاحظاته. هي دي يا جماعه طبعا. هي دي الصدق مع النفس وانك تبذل ما في وسعك. صحيح. فالفريق محتاج لايف كوتش. محتاج لايف كوتش كمان لكل لاعب في ازمات يعني. المدرب بيشاور يقول ايه؟ عندي مشكله مع اللعيب ده. ده هيستلم اللايف كوتش لوحده. هو بيحصل كده بمعد نفسي، بس المعد النفسي حتى لو كان واحد او اثنين عدد لعيبه كبير عليهم. لازم بقى حالات خاصه والنفسيات مختلفه. اللعيب نفسه يقول لك انا عايز لايف كوتش حتى بره النادي. انا بره النادي خالص. قد يكون صديقه. انا مش فورمه. يقول لك انا مش فورمه. لا بس يكون مؤهل يا ابراهيم. لازم لان قبول النصيحه من غير المؤهل خطر. هي كمان مش بس نصيحه، هو بياخد تكنيكات يعني. وده اصل نصيحه ولا يهمك انسى الموضوع. ايوه ماشي، ما انا عايز انسى إزاي؟ الموضوع مش عارف انساه ازاي بقى. أيوة. هو اللايف كوتش دوره ازاي ازاي نعمل دي ازاي خليك راجل. طب ازاي خليك راجل او اعمل الصح. اعمل اللي هو ايه اللي هو ايه وفي حاجه غلط. اعمل الصح اللي هو ايه اللي هو ايه بقى. وبعدين اقول له حاضر. وضوء حاضر على ايه؟ ما انت ما بقولكش حاجه. واللايف كوتشنج مطلوبه في سن اصغر. بدري. انا بقول ده في حضور رئيس شركه الكوره عشان نشوف. لا ده انا مقتنع جدا. الاهلي محتاج ايه؟ بص يا ابراهيم، انا محتاج جدا. اذا كنت عايز تتطور لازم تشتغل على الذهنيه. عشان تشتغل على الذهنيه اللي هي التفكير. لازم يكون في حد فاهم اهو، واحد فاهم. واحنا قاعدين مش عايزين القعده تخلص. ورياضي يعني. وعمالين نجري يعني بسرعه. بالظبط. ونلهس وننط من موضوع على موضوع عشان نحاول نفتح العديد من المسارات. الدكتور عنده 10 كتب يا جماعه بتتكلم في الحاجات دي. هنحاول نتحين الفرص ان شاء الله باذن الله. ونجتمع على لقاءات نرجو ان تكون قريبه ان شاء الله. عشان ده حديث مهم جدا جدا جدا. يعني لو اخذناه وفصصناه يمكن يغير حاجات كتير جدا للناس اللي قاعده بتتفرج عليه. دكتور شريف صح، استمتعنا بحضرتك كتير النهارده. وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يديك صحه. الله اكرم. ربنا يسعدك. شكرا جزيلا للدكتور شريف صلاح رائد فن الحياه وواحد من كبار خبراء التنميه البشريه. واعتقد ان حضراتكم زينا استمتعتوا بهذا اللقاء المهم جدا في جانب مهم جدا تفتقد الرياضة المصرية، بل تفتقد الحياة عامة الحياة. شكرا جزيلا لحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين. وبكرة أسرة جديدة والأهلي في رمضان.